يمنع ايه الورع. شوف الناس دول علماء بالقلوب ازاي بيشخص لك ده القلوب ازاي بسرعه. يبقى الكبر يمنع معرفه الصواب. شوف والعجب الاعجاب يعني اعجابك بنفسك يمنع معرفه ايه بنفسك كده برضو. والتكاثر والمفاخره في الدنيا يمنعك الراحه. والبخل الشح الحرص على الدنيا وجمالها يمنع الورع. ومن فوائده من لم يصبر لم يظفر. مش النبي بيقول النصر مع الصبر؟ من لم يصبر على الطاعة لا يظفر بالثواب والعباد ورضا الله عز وجل. من لم يصبر لم يظفر. وكان عامة مناداته يقول برح الخفاء وفي التلاقي راحة. هل يشتفي خل بغير خليله. برح الخفاء يعني رفع برقه الحياة يعني من حب المولاة. برح الخفاء مش قادر اخبي بقى. فهمت ازاي؟ يعني مش قادر اخبي حبي لك يا الله. برح الخفاء وفي التلاقي راحة يعني ملاقاة مقصوده راحة محبوبه. فهمت ازاي؟ برح الخفاء وفي التلاقي راحة هل يستفي خل بغير خليل. فهمت ازاي؟ كان بيقول الكلام ده ينادي فيها ربه. ونقف عند هذا الحد ان شاء الله نكمل يوم السبت القادم. برح الخفاء يعني زال اخفاء المحبة من المبارحة. يعني زي ما تقول ايه رفع برء الحياة باللغة بتاعتنا احنا المصريين. كما حبه ظاهر وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وكيف تنكر حبا بعدما شهدت عليك به عدول الدمع والسقم. هل الحلاج من القرامطة؟ مين الكلام ده؟ محلاج من اهل السنة راجل صوفي. القرامطة كفار. القرامطة اسماعيلية باطنية كفار. الحلاج كان راجل عابد زاهد صوفي وبعدين بعد كده قال كلمة الناس فهمتها منه غلط. علماء الشريعة تعاقبوا بقتله. بس قال ما في الجبة الا الله كده. قالوا شوف قلب الحلول اقتلوه مجرم ادعى الالوهية ومسكوه وراحوا داكيه. وهم بيقتلوه كان بيدعي لهم وكان يديهم يديهم ما بيفك القيود وبيبتسم يعني لانه كان في حال غياب ما كانش في حال وعي عادي كان في حال سكر سموه حال سكر. واخد بالك سكر من الذكر. واخد بالك فخلاص ده رفع عن التكليف. طب يسالوه بيقولوا له فين ربك اللي بتعبده ده؟ قال لهم ما في الجبة الا الله. هم بيسألوه سؤال اجابته على السؤال غلط حصل. هو ربنا بيسأل عليه فين وعين؟ ها؟ بس ايه؟ فقال لهم ما في الجبة الا الله يعني امر الله حكم الله خلق الله مقدر. وص هم قالوا فين؟ بيقولوا بالحلو راحوا داخلين وهم من اهل السنة. بيقول ايه ما معنى قوله تعالى خذها ولا تخف وهل هو خائف من غير الله؟ الخوف الطبيعي ده عادي انك انت افرض دخل علينا الوقت تعبان حنش كده جدا ما كلنا هنجي. ده خوف طبيعي. خوف طبيعي يا ابني ده مش مشكله. ده الخوف الطبيعي ده ما فيهوش مشكله. ده سيدنا موسى لما رمى العصايه بتاعت الوقت تعبان حيه تسعى. واخد بالك ازاي؟ فخاف منها او جت في نفسه خيفه. كش الخوف الطبيعي المعتاد ان الانسان ما يقلقش الحاجات دي يكس منها. مش معناه انه ما يخافش الا من الله. هو ساعتها ما يخافش لو كان في مقام السكر. لو كان في مقام السكر التام ما يخافش لانه زي السكران. عارف انت لما واحد يبقى سكران حتى بالخمر العادي ده ممكن تقعده جنب الاسد تلاقيه يحط ايده فوق الاسد. اول ما يفوق يقول ايه ده؟ يجري يفر. لكن في الاول كان في حال غياب. والله اعلم.
المسلم الذي تعرض عليه الفتن فلا ينكرها. تعرض الفتن على القلوب كعواد الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا أو أسود مرداد كالكوز مجخية، لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. حديث سيدنا حذيفة بن اليمان المشهور في الفتن، ربنا نبينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرين يا قرآن ذكري الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القصيرية للإمام عبد الكريم القصيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وما زلنا في الأعلام الذين ذكرهم في رسالته، ومنهم أبو محمد عبد الله ابن محمد الخراج. الفاتحة لروحه. أبو محمد عبد الله ابن محمد الخراج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول من أهل الري، والري حاليا في إيران، بلد من ضمن البلاد اللي في إيران. إيران لها حدود مع باكستان وأفغانستان والعراق، مش كده برضه؟ وتركيا لها حدود مع المنطقة دي. من أهل الري جاء ورا بمكة، يعني عاش في مكة فترة طويلة. صاحب أبا حفص وأبا عمران الكبير، وكان من المتورعين. عرفنا يعني إيه الورع؟ هو البعد عن كل ما فيه شبهة حرمة من الحلال، يعني تعاطي ما تحقق حله كما قلنا الورع. فكل والورع مرحلة قبل الزهد، فالزهد هو الأخذ من المباح بقدر الحاجة، والورع هو التعامل مع ما تحقق حله، أما المختلف فيه يبعد عنه. وكان من المتورعين، مات قبل 1300. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا نصر الطوسي يقول، سمعت الدقي يقول، دخلت على عبد الله الخراج ولي 4 أيام لم آكل، فقال: يجوع أحدكم 4 أيام فيصبح ينادي عليه الجوع؟ بيبقى نوع من الكشف، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى كشف له حال مريده عند دخوله عليه. فقال: يجوع احدكم 4 أيام فيصبح ينادي عليه الجوع، ثم يقول: ايش يكون لو ان كل نفس منفوسة تلفت فيما تؤمله عند الله، ترى يكون ذلك كثيرا؟ يعني بيقول افرض انك فقدت حتى نفسك في سبيل الله، ايه المشكلة انك تبوي 4 أيام؟ ايه المشكلة طالما في سبيل الله؟ فما هي المشكلة حتى لو فقدت حياتك كلها؟ ما المجاهد في سبيل الله ما بيخرج يقاتل في سبيل الله، قد لا يعود، قد لا يعود في لحظة من اول ما المعركة تكون، بل قد يموت بسلاح المسلمين في شدة المعركة، ويبقى شهيد برضه. المعركة ساعتها ما تشتد لا 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 يفرق بين بعض الناس، تبص تلاقي في ناس تموت كده خطأ، يقتل خطأ، يعني مش شرط
يقتل بيد العدو. فاذا كان الجهاد شرع لان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فالمجاهده في الله ايضا شرعت لقتل النفس، لان النفس عدو، عدو في الداخل كما ان الكافر عدو في الخارج. وقتل النفس بقتل شهواتها. وكانوا في مرحلة من مراحل التربية كانوا يجوعون انفسهم تجويع شديد، ثم بعد ذلك استقر الامر في التربية على ان التجويع الشديد مضاره اكثر من منافعه. هم لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم جاع حتى ربط الحجر على بطنه، وكان لو اراد ان يأكل كان اكل ولو من الجنة. الحواريون وهم ادنى حالا من صحابة النبي طلبوا ان ياكلوا مائدة من السماء، اكلوا من مائدة من الجنة وهم على الارض. الصحابة لم يطلبوها وجاعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم جاع واختار هذا، بل جاع اشد ما يجوع الجائعين، حتى انه ربط الحجر على بطن الشريف صلى الله عليه وسلم وكان يواصل. فهم اخذوا من هذه الاحوال التربية بالجوع الشديد. ثم بعد ذلك استقر الامر على ان الجوع المراد به هو الزائد عن الطعام. فإذا أمرك شيخك بالجوع أي أمرك بترك الزائد لا الجوع الشديد، يعني ما تاكلش أزيد من اللازم. يبقى بعد ذلك استقر الأمر، يعني مراحل تربية النفس بمرة بمراحل، في الأول كده ثم استقر الأمر بعد ذلك في المدرسة الشاذلية في القرن السادس الهجري. بعد ذلك استقر الأمر على أن الإنسان لا يجوع نفسه الجوع الشديد اللي بيه قد يهلك نفسه. لكن أحيانا هم كانوا في أول الأمر يشتدوا على انفسهم في الجوع لدرجه بعضهم كان يقعد بالاسبوع لا يطعم شيء، يريد ان هو يعني يقتل شهوه نفسه تماما. فقال له ايش يكون لو ان كل نفس منفوسه تلفت فيما تؤمله عند الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقاتلون في سبيل الله وهو يقاتل الان عدوا بين جنبيه، وهي نفسه التي بين جنبيه. يقاتلون في سبيل، فيقتلون ويقتلون، فقد يقتل في هذه الاثناء فيموت شهيدا، او يقتل وينتصر فيعيش سعيدا. ترى يكون ذلك كثيرا، فبيقول له يعني ردوا لاصل الشرع، ان الحكايه دي مش كثيره فيما تؤملهم انت، حتى من اجل شهاده من شهادات الدنيا ولا امتحان من امتحانات الدنيا وكليه من كليات الدنيا قد تنقطع عن الاهل وعن الاقارب وعن المعارف فترة طويلة عشان تمتحن وعشان تذاكر، وكل هذا لتحصل على شهادة الدنيا، فلما لا تنقطع لله عز وجل وتخلص من نفسك وشهواتك حتى تصل الى الله، ايهما اعلى وارقى؟ هل لا بذلت في الطريق الى الله كما تبذله في الطريق الى الدنيا للحصول على شهادة من شهادات الدنيا؟ فهذا هو المعنى المراد. قال ابو محمد عبد الله الخراج الجوع طعام الزاهدين. يبقى الجوع هنا تحط فوقيه وهو ترك الزائد من الشهوات مطلقا، المباحة من الشهوات المباحة كالطعام والشراب والملبس والمنكح، كل شيء بقى تشتهيه النفس، مش شرط اكل وشرب. يعني قد يكون نفسك جائعة للمنصب فتخصم نفسك عن المنصب، قد تكون نفسك جائعة للشهرة تخصم نفسك عن الشهرة، قد تكون نفسك جائعة للمظهر فتأخذ من الثياب المعتاد وتترك الرياش الزائد في الثياب حتى تخصم نفسك عن ذلك. كل هذا يسمى جوع في مفهوم القوم. فالجوع مش هو الطعام والشراب فقط، هو ترك الزائد من الشهوات المباحة مطلقا. يعني الله سبحانه وتعالى قال لك خذ زينتكم عند كل مسجد، يعني البس اللي انت عايزه طالما في المباح، بس اترك الحرير اذا كنت رجل، واترك الذهب في الزينة اذا كنت رجل، لكن لك ان تلبس ما شئت. هم بقى يعملوا ايه؟ ياخذوا من الثياب بقدر الحاجة، والحاجة ما زاد عن الضرورة، ولكن مش بقدر التحسينيات الزائده. يبقى عنده ثوب كويس وكل حاجه، لكن مش شرط يبقى عنده ثلاث اثواب، ويبقى عنده ثوب كويس وماش معتاد، مش شرط يبقى قماش اعلى
غالي جدا، بحيث كل الناس تبقى تقول يا ده لابس المتر ب 1000 جنيه. مش مهم هو يلبس المتر ب 20 جنيه 30 جنيه يمشي، ب 10 جنيه يمشي، المهم يبقى نظيف ويبقى في الحاله دي الجوع ده بالمفهوم. مش تيجي تقرا الكتاب تروح تجوع نفسك يجي لك انانيا ويشيلوك ما نعرفش نوديك لا تروح هنا ولا هنا. تفهم كلامهم. يبقى الجوع هو ترك ما زاد عن الحاجه اللي هو التحسينيات. انت دلوقتي بتاكل عيش وتاكل بتغمس، تاكل مع سلطه وبعدين بتحلي وبعدين بتشرب شاي وبعدين مفيش مانع بعد شويه كمان يقدموا لك حته حلويات تاكلها، كل ده بقى زائد. يبقى انت تاكل لك الرغيف بدل ما تاكل الرغيف، تاكل حته لحمه بدل ما تاكل حته فيه. مش مهم نحلي النهارده، مش مهم نحلي بعد كل وجبة، مرة حلي ومرة ما حليش، مرة اخد فاكهة ومرة ما اكلش، ولو كلت تاخد بقدر الضرورة. يعني حتة كده من نفسي، واحدة من نفسي، مش هحط لي كيلو فاكهة وبعدها كيلو لب وبعدها مش عارف اجيب لي ازازة بيبسي الحجم الكبير وقاعد تقول ما تحنى. ده في مجال الاكل، وكذلك في مجال اللبس نفس القصة، وكذلك في مجال المنجح. انا اتجوزت واحدة وقايمة بالمهمة وخلاص، مفيش داعي بقى اروح انا كل يوم اتجوز لي واحدة وابدي عمري في خناقات بتاعت الستات. الدرة دي اتخانقت مع الدرة دي والدرة دي مش عارف، ولاد الست دي اتخانقوا مع ولاد الست دي، وانا قاعد طول النهار اسلك واضيع عمري بالمشاكل صغيرة. يبقى كويس واحدة تأدي المهمة. خدت بقى الصحابة كانوا كده غالبهم. يعني سيدنا ابو عبيدة بن الجراح لما راح سيدنا عمر يزوره بعد فتوحات الشام، دخل الخيمة بتاعت قائد الجيوش، لا ايه؟ لا حلف كده مرمي على الارض يدوب ينام عليه ويقعد عليه ويقبل عليه الوفود. ووقود في ركن الخيمة، ادي كل الاساس بتاع الخيمة، بتاع خيمة القائد. قائد الجيوش اللي فتح الشام، وشوف انت الشام دي مليانة خير خيرات، كان ممكن يعملها بريش معاه لو هو عايز. فسيدنا عمر نفسه المتقلل دخل لابو سيدنا ابو عبيدة بن الجراح يقول لك يعني يقول له كنت جبت حاجه شويه زياده، يعني سيدنا عمر نفسه يعني تقلّه وهو اصلا متقلّف. ويقوم يقول له ايه تبلغنا المقيل كفايه واحنا هنعيش لحد ايه؟ شوف مفهوم الصحابه للدنيا كان كده. وفهموا الحكايه دي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما الزياده الباهظه في كل شيء، عنده شقه قاعد فيها 120 متر، لا عايز يشتري شقه ثانيه تبقى 500 متر، الله يا ملعب. وعنده شقه موضبها بحاجات بسيطه معقوله، لا انا عايز اطور كل ده واعمل مش عارف ايه. يفضل طول عمره قاعد يجري ورا زينه الدنيا، يجري ورا زينه الدنيا، لحد في الاخر ما يلاقي عمره انقضى وما قضاش حاجه. المفهوم الزائد ده الاستهلاكي ده اللي هو الوقت الاعلانات والحضاره الحاليه الغربيه بتحاول تبرزه في نفوس المسلمين، يبقوا مستهلكين علشان نستهلك الانتاج بتاعهم اساسا، نبقى اسواق ليهم مفتوحه. ياخدوا عمرنا وياخدوا حياتنا وياخدوا اموالنا واحنا قاعدين بنجري ورا الرفاهيه الزائده اللي بيها تخلينا لا نصلح حتى لحضره مولانا سبحانه وتعالى. لكن ارجع بقى للمعنى، علشان كده يقول لك ايه الجوع طعام الزاهدين. الزاهد اللي هو بياخد من المباح بقدر الحاجه. من المباح، يبقى مش بيتكلم على جوع البطن، ده بيتكلم على الجوع مطلقا، جوع النفس، انك تجوع نفسك مش تجوع بطنك. يبقى الكلام مش على الاكل بس، ده على حاجات كتيره بقى. والذكر طعام العارفين. الذكر اللي هو ايه؟ اللي هو مراقبه الله عز وجل في السر والعلانيه، ده ذكر القلب المراقبه. وذكر اللسان الكلام، ان يذكر بلسانه مع حضور قلبه. وذكر الجوارح الا تستعملها الا في طاعه الله. سائر الجوارح بقى، فلا تبطش بيدك ايذاء لمسلم بل تسعى لنفع المسلمين ولنفع نفسك، يبقى ده ذكر اليد. وذكر القدم الا تسعى الا في طاعه الله عز وجل، قضاء لحوائج المسلمين، نصحا للمسلمين، في عياده مريض، في السعي لطلب العلم، يبقى ذكر القدم. كل حاجه لها ذكرها في جسمك ده كله، فكل حاجه ليه الذكر الموافق له والذي يليق به. فما تاخدش كلامهم بالسطحيه. الذكر معناه لسان شغال، الجوع معناه ان انا اجوع بطني بس، لكن بعد كده اجوع بطني وبعدين
وبعدين تلاقيني في الامور التانية مدي لنفسي فوق زي ده، يبقى نفسي قوية من جهات اخرى لحاجات تانية وبدأتها من جهة واحدة، يبقى مش هو ده المسألة. قال العروسي في الهامش: وانما كان طعامهم الذكر، لان الروح طعامها الذكر، الروح طعامها الذكر، والنفس والجسد طعامه الطعام المعتاد. فلما دخلت الروح في الجسد بقت نفس، فالنفس احتاجت الى ذكر والى الطعام المعتاد، لانها بقت خلطه بين الروح والجسد. فاذا صفت نفسه تماما وانقادت له يصبح غالب حاله طعام الروح وهو الذكر. فتلاقي اقل الطعام يكفيه واقل الحاجيات من امور الدنيا تكفيه، لانه شبعان بالذكر لغلبه الروحانيه عليه، لغلبه الروحانيه عليه، فيصبح طعامه الذكر الغالب عليه. وانما كان طعامهم الذكر لانهم تحققوا بالله ورفضوا ما سواه، فكانت حياتهم بالذكر وتنعماتهم بالفكر. والفكر اللي هو التدبر في احوال المخلوقات والخلق وقضاء الله سبحانه وتعالى في عباده، فيتعظ ويصير متفكرا متعظا. وانسهم بالقرب، اي من الله عز وجل، والقرب هنا قرب مكانه، ده قرب مكان سبحانه منزه. وكذلك وجناتهم بالمشاهدات، المشاهدات التي يريهم الله من اعاذيب نفوسهم في الوصول اليه. اما الله فلا يشاهد، لان الله ليس بحس، حتى ان تعبد الله كانك تراه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس، فهو يرى مصنوعات الله عز وجل في اكوانه سبحانه وتعالى، فيزداد ايمانا مع ايمانه. لا يرى بالحواس، بل كل انسان حتى في الجنه اذا راى الله يراه بقدره، بقدر الرائي لا بقدر المرء سبحانه وتعالى. سترون ربكم، لكن كل حيرى الله بنفس المستوى، يعني رؤيتك لربك كرؤيه النبي لربه، كل واحد رؤيته لرب بقدر ادراكه، لان الحجب كثيره بينك وبين ربك حتى وانت في الجنه. لكن هيحصل نوع من الرؤية، والرؤية لا تكون كرؤية الدنيا، لا من جهة ولا بشعاع ولا بإحاقة ولا بإدراك، لأنه لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وإحنا قلنا لا تدركه الأبصار ده خبر، والخبر قابل للنفس. فيبقى حتى وأنت في الجنة لا تدركه الأبصار، وأنت ترى ربك برضه لا تدركه الأبصار، والملك يرى ربه لا تدركه الأبصار، لأن الخبر لا يلحقه نسخ. انت متصور انك في الجنة ترى الله فتدركه؟ هل الله في الدنيا قاهر وفي الجنة مقهور؟ الادراك من علامات القهر، انك قهرت المرء فأحط به علما، والله يقول لا يحيطون به علما، هذا في الملائكة. اذا كانوا الملائكة لا يحيطون به علما، فكذلك اهل الجنة عندما يرون ربهم لا يحيطون به علما ايضا. لازم الواحد يفهم كده. لا، ما ممكن ترى الشيء بصورة أنت تدركه بها لا على حقيقته الحقيقية، ولكن بطريقة تليق بك بإدراكك أنت. أنت في الدنيا في أمور مرئية أمامك، أنت مثلا ترى هذا العمود بطريقة غير الذي يراها به المهندس اللي صممه. انت ممكن تشوفه ما تشوفش عيوبه السمع، لكن المهندس لما يشوفه يقول اشوف فيه تعويج هنا، لا ده في هنا المسافه دي اطول من المسافه دي، يبقى انت شفته هو شاف، هو ده ادرك وده ادرك، انت ادركت شيء هو ادرك اشياء اخرى، فكل واحد يدرك بقدر فهمه. كذلك في كل راي، اذا كان ده في المحسوس فما بالك في غير المحسوس، يبقى بتتفاوت الادراكات. الطفل بيرى الشيء والاب بيرى الشيء، يعني انت وابنك ماشيين مع بعض، انت الاثنين شفتوا حاجه واحده، ابنك ادركها بطريقه وانت ادركتها بطريقه اخرى، لان المرء واحد، واخد بالك؟ وهكذا كل حاجه. اذا هذا في المحسوس
كما بال في الله عز وجل كذلك سبحانه وتعالى. لا حتى الرؤية هنا لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني معناه بلا جهد بلا عناء بلا مشقة بلا مزاحمة. فالتشبيه هنا في نفي المزاحمة وفي نفي بذل الجهد والمجهود، وكذلك في الوضوح، بحيث ان الانسان يدرك انه يرى ربه ولا يرى وهما، واخد بالك، في الوضوح لا في الاستدارة ولا في الاضاءة والانارة، لان القمر مستدير ومنير، وكذلك الكل يرى بوضوح بلا شك بلا زحاف. كالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يشبه الرؤية بالوضوح وبغير الزحام، ولا يريد الجهة ولا الاستدارة ولا الانارة، لان كل دي محسوسات عشان تفهم. فاذا في قيود، والقيود دي كلها قيود عقلية وقيود نقلية. عقلية لان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرب، ولان النقل قال ليس كمثله شيء، وقال لا تدرك الابصار، وقال لا يحيطون به علما. فاذا وقفنا العقل في تخيل مقدار الرؤية وكيفيتها بهذه النقول وبالدليل العقلي القرين العقلي، فجناتهم بالمشاهدات ونارهم بالغفلات، بالغفلات اي عن الحقائق، فرضي الله عنهم وارضاهم عنا. ومنهم ابو الحسن بنان بن محمد الحمال الفاتح له، بنان بن محمد الحمال واسطي الاصل، يعني اصله من واسط لكن اقام بمصر، مصر بتاعت محمد، ودفن في القرافة، بس كثير من في القرافة دي اولياء لكن مجهولين الاماكن، مش معلومة اماكنه. اقام بمصر ومات بها سنة 16 و300، كبير الشأن صاحب الكرامات، له كرامات كثيرة فيها بعض الأولياء ربنا يجعل كرامتهم ظاهرة أمام الناس كده يرونها الناس كلها، وفي بعض الأولياء ربنا يخفي عنهم حتى الكرامة عن أنفسهم، حتى مش عن الناس كمان، لا حتى عن أنفسهم، وظاهر الكرامة لا يدل على أنه أفضل من خفي الكرامة عند الله التقدير سبحانه وتعالى، لا يعلم أحد أيهم أفضل، لكن كلهم أولياء عند الله، وليست من علامات الولاية الكرامة فقط وهو خرق العادة، ولكن عين الكرامة هي الاستقامة، عين الكرامة هي الاستقامة، إن الله سبحانه وتعالى تتغير حولك كل الأحوال، يتغير عليك السن والعافية والأصحاب والأصدقاء والأماكن والمشايخ والفتن، وأنت ثابت في طاعة الله، دي عين الكرامة، الكل حولك يتغير وانت دائم مع الله، دي ما فيش احسن من كده. فدوامك مع الله ليس بجهدك، بل هو باستدامة الله لك، فهو بفعل الله فيك، ففعل الله فيك هي عين الكرامة، انه اكرمك وخطفك من نفسك ومن الغفلة الى حال الحضور مع الله في كل حال مع تغير الاحوال. عشان كده قال لك الاستقامة عين الكرامة. كبير الشأن صاحب الكرامات، سئل بنان عن اجل احوال الصوفية فقال، يعني ايه احلى، يعني اعلى حال يستشعر به الصوفي في قلبه في طريقه الى الله، فقال الثقة بالمضمون، والمضمون هو انك لن تموت الا وقد استوفيت رزقك وعدلك، فطالما انت عارف كده يبقى انهدم عندك هم الخلق وهم الرزق، وهم الخلق وهم الرزق حجابان عظيمان مع حجاب النفس والهوى يحجبك عن الخلق، يبقى جزء كبير من الحجاب الذي يحجبك عن الله انهدم بالثقة في المضمون، والمضمون انه لن تموت نفس الا وقد استوفت رزقها واجله،
القيام بالاوامر. الله سبحانه وتعالى ضمن لك اشياء وطلب منك اشياء، فلا تنشغل بما ضمن لك عما طلب منك. ادي المعنى اللي عايز يقوله، الثقة بالمضمون والقيام بالاوامر، وفي اثناء ذلك كله مراعاة السر وهو القلب او الروح، تراعي هذا كله حتى لا يلتفت الا الى مولاه، الى مقصوده، لا يلتفت الا الى مقصوده وهو الله، فلا تلتفت حتى للعمل نفسه. يعني حتى انك تخرج من رؤيتك، حتى من رؤية تقصيرك في العمل، الى الذي يجري الاعمال على جوارحك، يوم ترتقي. علشان كده تراقب السر، فلا تراقب الخلق وانت من الخلق، فلا تراقب نفسك ايضا، لانك لو راقبت نفسك انك راقبت الخلق فانت من الخلق، فحتى لا تراقب نفسك التي بين جنبيك، ولكن تراقب ربك. هذه معنى مراعاة السر، ان يكون صادقا مخلصا، مخلصا فلا يرى الخلق، وصادقا فلا يرى النفس. ادي معنى مراعاة السر، والتخلي من الكونين. والتخلي من الكونين اي الملك والملكوت، الملك والملكوت. فانت لا تعبد الله وصولا الى ملك في الدنيا ولا لكشف احوال الملكوت في الدنيا، لا ترغب في ذلك، بل انت راغب اساسا الى الوصول الى مولاك. زي اللي مسافر قلت لك وضربت لك امثله، اللي مسافر مثلا بمناسبه اننا في الصيف، سنه كتير بتسافر الساحل الشمالي ويسافروا الاسكندريه، اللي مسافر بيبقى ايه راكب عربيته وماشي في الطريق عايز يوصل هدفه، ولا بيقف في كل محل يتفرج عليه، بيقف عند كل قريه يتفرج عليها، وعند كل عربيه تعدي عليه يقف يتفرج عليها ويوقفها، وعند كل واحد واقف في الشارع ينزل يتكلم معاه شويه. هيوصل امتى؟ هدفه هتخلص قبل ما يوصل. هو واخد اجازه اسبوع عايز يروح يقضي في الساحل الشمالي، يريح نفسه شويه من مشاكله، لكن هو خرج كل حته يعدي عليها عايز يدوقها، وكل حته عايز يشتري منها، وكل حته عايز يتفرج عليها، وكل حته عايز. هيوصل امتى؟ علشان كده ادي معنى التخلي عن الكونين. في الطريق الى الله ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك حتى ولو كشف لك، ما تضيعش وقتك للكشف ولا في الامور الكشفيه. يعني احنا شفنا بعض العلماء اللي كشف فيهم بقوا يتوجهوا لان ربنا يصرف عنه الكشف، لانه لقى ان الكشف بيشغله، الكشف اصبح يشغله، لدرجه بعض الناس يقول لك انا عايز الطريق الى الله بلا اي كشف، علشان لا التفت الا الى الله، لا التفت عن اي شيء، يقوم ياخد الطريق الصحراوي بدل ما ياخد الطريق الزراعي. يقول لك اصل الطريق الصحراوي ما فيهوش محلات كتير ولا في حاجه، هو ابقى هناك هيبص على صحراء مفيش حد، انما ابتدي واخد الطريق الزراعي، كل بلد لازقه فيها بلد، وكل بلد لازقه فيها بلد، وشغلانه واخد بالك ينشغل بقى، واخد بالك ازاي؟ ففي ناس تحب الطريق الى الله حتى مش عايز يلتفت الى اللي انت نفسك فيه، انت نفسك تبقى ماشي كده في عبادتك يا سلام، بتشوف الملائكه وتشوف الجنه وتشوف النار وتشوف، ما انت لو شفت الحاجات دي هتتجنن، مش هتوصل، هتتجنن خلاص، هتوصل ايه بقى؟ هتمشي مجنون، وربك عايزك سبحانه وتعالى يحفظ عليك عقلك علشان تنتفع بنفسك والناس تنتفع بيك، مش عايز يتلفت، ما ممكن يوصلك بس تلفات، لكن ربنا سبحانه وتعالى بياخد بيدك بلطف، الله لطيف بعباده، فممكن يتلفت، لكن ربنا لطيف ما يبينلكش الا الحاجه اللي تعينك على الوصول اليه، ويغطي عنك الحاجه اللي تشغلك ومش هتوصلك، مع انها برضه عجيبه وحلوه وقد تلتفت اليه، لكن ربنا ما يرضاش يعني. لرحمه بيك، رحمه بيك. عشان كده شوف كلامهم عالي ازاي، شوف كلامهم، ناس سلكوا الطريق وفهموا وصلوا الساحل الشمالي، فعارف بقى قاعد يوصف لك ان في طريق يوصل بسرعه وفي طريق تاني يشغلك، مليان ملاهي ومليان كازينوهات ومليان حاجات هتشغلك مش هتوصلك، بدل ما توصل في ساعه هتوصل في سنه، واخد بالك؟ هو عايزك توصل في ساعه، يقوم يقول لك ايه؟ والتخلي من الكونين، لا تلتفت الا الى مقصودك. زي ما قلت لك واحد رايح الامتحان
عايز يروح يجيب من المكتبة قلم يجاوب فيه في الامتحان. دخل في مكتبة كبيرة عندها 1000 نوع أقلام، قعد ينقي في النوع ده وينقي في النوع ده ويجرب، ومع ورقة كل قلم يفتحه ويجرب. الامتحان الساعة 10، الساعة بقت 11 ولسه يا دوب جرب 50 نوع بس، ولسه ما جربش الباقي. الساعة بقت 12 يا دوب ريسي هيبتدي يدفع ثمن. لقى زمايله اللي راحوا الامتحان ربعوا وقالوا خلاص الامتحان خلص يا ابني، خلاص روح سقط. يبقى استفاد ايه؟ كان قلم خيبان نص نص لبه كان يخش ايه؟ ينجح بيه وخلص، بدل ما يخش قلم احسن قلم. خدت بالك؟ وعشان كده في ناس وصلوا الى الله وهو اعرف، وصل الى الله وهو اعمى، وصل الى الله وهو عنده قدر من العلم ضعيف. يعني حتى الالم اللي كان بيجاوب بيه في الامتحان كان الم ضعيف، يمكن سنه بيتقصف كل شويه، لكن راح رضي بيه وبقليله ودخل وجاوب احسن من الثاني اللي مش راضي بقليله ويقول لك لا الالم ده مش نافع، يروح سايب اللجنه ويقعد يلف يدور على الم حلو. طب وبعدين؟ انفضت اللجنه. انفضت اللجنه يعني ايه؟ يعني موت، انفض عمرك. ما هو الاجل هيجي، الاجل هيجي ياخدوك كده اهو فجاه وانت لسه ما وصلتش ولا حصلتش حاجه. ادي المعنى. ففي الحس في اشياء امثله ربنا جعلها في الدنيا هي نفسها بتواجهك في الطريق الى الله، بس منها بطنك في نفسك انت مش واخد بالك منها، في حين انك انت في الحس لما تشوفها تضحك عليه زي ما تضحك على زميلك اللي واقف في المكتبه وانت رايح الامتحان وهو قاعد يدور على القلم. شوف انت بتضحك عليه وتقول عليه ناقص العقل ازاي؟ ده عقله ده الدرع ده فيه خلل ازاي؟ ده الواد ده فاشل ده مش هينجح. يقف في اللجنه وقت الامتحان يدور على القلم اللي هيجاوب بيه. فهمت؟ ادي معنى التقلل من الدنيا، لانه شايف ان الالم ده هو الدنيا. فهمت ازاي؟ يتقلل من اي الم يأتي. ادي كلام بقى سيدنا ابو الجراح اللي يقول لك تبلغنا المقيت. ايه فرش انام عليها ولا سرير عالي شويه؟ والسرير ده من خشب الابانوس ولا من خشب الكنتر ولا من خشب الحجيج ولا مش من خشب اصلا؟ كله يقضي. ادي كلام سيدنا ابو الجراح، كله يقضي. المهم نجاوب إجابة صحيحة وننجح ونوصل. خدت بالك بقى معنى كلامهم؟ فهم ناس فهموا الحقائق على أصولها، ما انشغلوش بالزينة. آدي المعنى التخلي عن الكونين. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت الحسن بن أحمد الرازي يقول، سمعت أبا علي الرزداري يقول، ألقي بنان الحمال بين يدي السباع، بين يدي السبع. كاتب لك هنا بعمر بن طولون حين اشتد في الامر بالمعروف او حين اتهم بما يستحق العقوبه. احمد بن طولون ده ولي مصر في خلافه المعتصم، في خلافه المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم، المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم خليفه العباس. واخد بالك؟ انت عارف ان تملي احمد بن طولون ده ابو طولون ده تركي. تركي كان عبد عند بني سمان. بني سمان دي دولة السمانية اللي هي لما تعرف التواريخ يعني. فكان ده عبد تركي طولون ده عند ابن سمان، عند بني سمان، عند نوح ابن سمان. وبعدين اعتقه وانجب احمد. احمد ده كان حافظ للقرآن، احمد بن طولون، وكان صالح وكان حسن الصوت للقرآن وكان يحب العلماء وكان موالي ولاء شديد للدولة العباسية، فعينه المعتز بالله واليا على مصر. معروف لحد دلوقتي ليه مسجد باسمه. احمد بن طولون بالرغم انه بيحب العلماء الا انت عارف ان ايه؟ ان الجماعة الصوفية دول ساعات يغلبهم المواليد فيقولوا كلام ما يعجبش اهل الظهر. واحيانا كمان كانوا يقسوا على بعض الحكام في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيتضايقوا منه. فالمهم احنا ما نعرفش التفاصيل اللي خلت احمد بن طولون يزعل من ايه؟ من ابو الحسن بنان بن محمد ده ويروح ياخده ويرميه للسباعي علشان يعني حكم عليه بالاعدام يعني. وكان الحكم بالاعدام ايه؟ يا اما يقتله بالسيف يا اما يرميه للسباعي تاكله كده علشان يبقى ايه؟ اعدام بالتعذيب. مع التعزية عشان يبقى عبرة لمن يعتذر. فبيقول لك ايه؟ ألقي بنان الحمال بين يدي السبع فجعل السبع يشمه ولا يضره.
ده كانوا ما بيرموها على سبع، يجيبوا السبع ياكل محبوس بقاله عده ايام ما كلش. عارف السبع ده اللي بقاله عده ايام ما كلش، لو قابل ابوه هياكل، لو ابوه السبع اللي زيه هياكل برضه. خلاص حيوان مفترس وجعان، لو اولاده هياكلهم الاشبال، صدق الى هذه الدرجه. فكانوا جوعوا السباع، السباع دي يسيبوهم جعانين كده مخصوص علشان اما يسيبوه على واحد يفتك بيه. خرج السبع ده قعد يشم سيدنا بنان ابن محمد الحمال وما يعملش حاجه. فلما لقوه كده خرجوه، قالوا لا ده راجل بقى سره باسع، قام احمد بن كلون عفى عنه، قال له يلا يا عم مع السلامه، احنا ما عملناش سكه معاك. روح. فبيسالوه، فلما اخرج قيل ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟ قال كنت افكر في اختلاف العلماء في سؤر السبع. يعني هو قاعد يشمني دلوقتي، دي نجاسه هضطر اغسل هدومي عشان اصلي ولا مش مهم؟ قاعد يفكر في خلاف العلماء في سؤر السبع، يعني مشغول بايه؟ بطاعه ربه برضه. واخد بالك؟ مصيبه وجت له، هيصلي ازاي وهيعمل ازاي؟ لان سؤر السبع عند الشافعيه طاهر، وعند اظن الاحناف قالوا انه نجس. واخد بالك؟ فقعد يفكر ايه دليل ده وايه الدليل العلماء اللي قالوا كده، وهو هيعمل ايه لو ما كانوش السبع وحب يصلي وما عندوش الا الثوب ده؟ قعد بقى يفكر في ايه؟ ما زال بيفكر في الوصول الى الله وفي طاعه الله، حتى السبع عادي شمشم. شفت حالهم؟ يبقى كانوا نفسهم دي خلاص، لان النفس طبيعتها مرجفه كده. واخد بقى؟ عارف المرجفون في المدينه؟ اهي النفس كده جواك، ما انت مدينه برضه. انت جواك كده مدينه، تلاقي النفس جواك اوعى تعمل كذا لحسن يضروك، اوعى تعمل كذا لحسن يضرارك، اوعى تعمل كذا لحسن فلوسك تقل، اوعى. طول ما قاعده مرجفه كده جواك، تقوم تخليك باستمرار منقبض. فهو بقى قتل النفس المرجفه دي، خلاص ما بقاش عنده حد. قاعد يتفرج على السبع كده ويفكر، فده يبين لك كمال احواله. نفعنا الله به. ومنهم ابو حمزه البغدادي البزاز، الفاتحة لروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مات قبل الجنيد وكان من أقرانه صاحب السري والحسن المسوحي، وكان عالما بالقراءات فقيها، وكان من اولاد عيسى بن ادم. يبقى الصوفيه طول عمرهم علماء اهو. شويه المجاذيب اللي افتكروهم صوفيه دول وقعدوا يحاربوا الصوفيه علشان فاكرين ان كل الصوفيه مجاذيب، دول ما شافوش الصوفيه، دول شافوا ناس مجاذيب. والمكذوب احنا لا بنعترض عليه ولا بنقتدي بيه. ده واحد كده تلف في الوصول الى الله، اصابه التلف. كشف له نوع من الكشف فما استحملش اتجنن، خلاص مالناش دعوه بيه. هو انت لما بتبقى ماشي في الطريق الى الله وتلاقي عربيه مرميه في الطريق، بتنزل تتفرج على كل عربيه اتقلبت ولا انت مالك؟ او دي عربيه واتقلبت المكذوب ده، انت مالك بيه؟ فهمت ازاي؟ قول يا سلام، اللهم سلم، ربنا يكرمه. واخد بالك ازاي؟ شد حيله خلاص، لكن ما تقتديش بيه. بتركن على ولا تقلب عربيتك زيه؟ عايز تقلب عربيتك زيه اقلب، يبقى جهل. فهمت ازاي؟ علماء الصوفيه كلهم علماء كبار اجلاء، يعني في قمه العقل وفي قمه الفهم، ويعني عدوا مرحله العلم الى المعرفه، والمعرفه اعلى من العلم، وهي ثمره العلم بعد الذكر، لان العلم ثمرته الذكر، والذكر ثمرته المعرفه. فهم عدوا المراحل دي كلها. فهمت ازاي؟ عشان كده حتى لما تيجي تشوف تلاقي السيل البدوي عدينه من علماء القراءات. عبد السيل البدوي ده من ضمن علماء القراءات. واخد بالك ازاي؟ في المصنفات. وطنطا لم تشتهر بالقراءات الا لما اسكنها السيل البدوي. اللي بيقول عليه بعض الكتب الجماعه الوهابيه يشتموه، يقولوا عليه جاهل، ويقولوا عليه مش عارف ايه، واخد، يقولوا عليه جاسوس، يقولوا عليه حاجات كتيره كده ما تفهمش ليه. معدود من ضمن علماء القراءات. واخد بالك ازاي؟ بل هو اللي خلى طنطا اصلا مشهوره بالقراءات. يعني طنطا دي كانت اسمها طنقبه، كانت قريه صغيره كده، كفر صغير.
كان استاد البلد وبقت عاصمه كبيره. ما هي الاستاد البلد؟ فهمت؟ اذا كانوا علماء كبار. وكان عالما بالقراءات فقيها، وكان من اولاد عيسى بن ابان، وكان احمد بن حنبل يعني كان معاصر لاحمد بن حنبل يقول له في المسائل ما تقول فيها يا صوفي؟ يعني يساله بعض المسائل ويقول له ما تقول فيها يا صوفي؟ مسائل فقهيه. قيل كان يتكلم في مجلسه يوم جمعه فتغير عليه الحال، يعني حصل له طارئ كده او وعكه، فسقط عن كرسيه ومات في الجمعه التاليه. وقيل مات سنه 89 و200. قال ابو حمزه من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه. انت افرض مشيت في طريق انت مشيت فيه كل يوم، تبقى عارف حتى المطبات اللي فيه، حتى الحفر اللي فيه. بص لو انت سايق كده واحد راكب جنبك تاخد انت اكتر من واحد، واحد اكتر من واحد فينا ورانا دي. واخد بالك ازاي؟ انت معدي. بعد شويه تروح عامل تحويله، ليه حولت كده؟ اصل في حفر الحته. حافظ انت الحتت اللي هتعطلك. واخد بالك؟ فلما تبقى انت عارف الطريق اللي انت ماشي فيه توصل بسرعه ما تتعطلش. خدت بالك ازاي؟ كذلك ايه؟ يقول لك ايه؟ من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه، يعني المشي فيه. ولا دليل على الطريق الى الله تعالى الا متابعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم في احواله وافعاله واقواله. يبقى ده الدليل، هو ده المرور، الارشادات المروريه كلها هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله، هي دي الارشادات. والا لو فقدت الارشادات قبل. وعشان كده قالوا قبل كده، قالوا لا معين الا الله، ولا دليل الا رسول الله، ولا زاد الا التقوى، ولا عمل الا الصبر على العمل. لان ما انت في الطريق بتيجي توصل كده تقول يا انا تعبت بقى كفايه، تروح واقف في الصحراء، ولا تقول خلاص فاضل نص ساعه شد بقى خليك توصل. كل شويه تشوف شد بقى، باقي 100 كيلو شد بقى خليك توصل، صح؟ فلا عمل الا الصبر على العمل. زي ما تقول شد بقى استمر، خليك على عجله القياده، اوعى تسيبها لحد ما توصل. لكن هتقف هنا، دي منطقه خطر، ما تقفش هنا، ما تضيعش وقتك. ادي كلامهم، يقول لك لا معين الا الله، ولا دليل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زاد الا التقوى. مش بتملى بنزين كل شويه؟ البنزين بتاعك هي التقوى، والتقوى هي مراعاه الله في السر والعلن، وطاعه الله في السر والعلن في كل احوالك، طول طريقك ماشي في طاعه الله. هو ده الزاد، هو ده البنزين اللي يدي لك طاقه للعربيه بتاعتك اللي انت راكبها اللي هي نفسك جوه جسدك، وروحك غرقانه في وسط الشغلانه دي كلها عايزه تفلت وتوصل مش عارفه، وانت مسكين مغرق روحك في وسط الغم ده، وقاعد تدور على طلبات النفس وعلى طلبات ايه الجسد، وروحك غرقانه مش عارفه طلعت روح نفسك. فهمت ازاي؟ فلا، فوق بقى، فوق بقى وافهم المعنى. زي ما ربنا فهم، علامة الوصول، علامة الوصول المعرفة اللي هو يسموها الفتح. ايه مش الناس يقول لك ربنا يفتح عليك؟ او ده الفتح، كالفرق بين الحي والميت، كالفرق بين النائم واليقظان. انت لما بتبقى نايم وتفتح عينك شوف الفرق بينك وانت نايم وانك انت يقظان، كالفرق بين اللي ماشي في الطريق واللي وصل. هو ده، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يصبح بقى حي حياة عالية ويبقى منور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يبقى هو نفسه منور للناس، يصبح دليل. بعدما كان هو يسير مع الدليل صار هو نفسه دليل. فهمت ايه؟ ده سموه وارث محمدي، ما هو الدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ليه نوابه بقى، نوابه في الطريق. عساكر مرور واقفين في الطريق قاعدين، يقول لك على طول على طول، خد بالك واخد بالك في الطريق. النواب دول اللي قاعدين يقول لك على طول ويطمنك انك ما زلت في الطريق المضبوط. مين؟ الاولياء والصالحين، هم دول اللي بيقابلوك في سكتك للوصول الى الله. يقول لك استمر انت كده كويس، قرب شد حيلك، عايز بق ميه خد، عايز يدعي لك ادي بق الميه. واخد
البلد ازاي؟ يقويك شوية في صحراء الوصول الى الله. فهمت ازاي؟ يوم يديك بقى مية دعوة، يديلك مثلا سندوتش يعني يزيل شبهة، واخد بالك ازاي في الطريق الى الله؟ كل ده اللي في الحس بتشوفه هو اللي في المعنى اللي بتشوفه، دي حقيقة. وسبحانه اللي خلى الحياة الحسية دي الملك يدل على الملكوت كأنك رأيت الملكوت، يعني جعل المعاني كلها محسوسة، عايش انت في المعاني دي كلها، جعلها محسوسة زي ما ربك ساغ الرحمة وجعلها في سورة الرسول صلى الله عليه وسلم، وساغ الرحمة ايضا وجعلها في سورة الأمة والأرض. شوف قد ايه رحمة بأولادك، وساغ الرحمة وجعلها ايضا في قلبك تشفق على نفسك وعلى من تجده ضعيف، كل ده من الله، مع ان الرحمة امر معنوي لكن ساغه فصار في صورة انسان. حتى تجد ان الحيوان نفسه حيوان لا يبرد، تلاقي مهما عمل ما يأذيش اولاده، ما يأذيش اولاده. اتفرج انت على الفيل كده في عالم الحيوان، يبقى ابنه الفيل بيمشي بين رجلين الاربعة وما يخبطش فيه. طب هات انت ابنك كده حطه انت وحاول تمشي كده تحدي باربع رجلين، واخد بالك ازاي هتخبط فيه؟ يعني الفيل عنده بصيرة عنه، ما يجيش ابنه. مين اللي علم الفيل ده الغلب اللي هو عامل زي الجبل ده كده زي الرزية ده ما يجيش ابنه؟ الرحمة المعنوية دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في صورة الحركة والحس. امشي كده في الشارع تلاقي ام قاعدة في عز الشمس وعامة طرحتها كده علشان ابنها ما تجيلوش الشمس، وهي واخدة الشمس. رحمة، ترى رحمة ربنا كده في احوال العباد. فاذا كان ربنا رحيم كده، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحدة ست في الغزو بتجري من المأسورات، بتجري 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 لحد ما دورت الاطفال اللي هم كانوا واخدينهم، فولدت ابنها الرضيع اترمت عليه وقعدت تمسح عنه التراب وحطته في حجرها وقعدت ترضعه وهي ملهوفة عليه. فربنا الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا رحمة ربنا. يعني هل تتصوروا ان دي ترمي والدها في النار؟ قالوا لا، قال كذلك الله مع عباده، لان هو اللي خلق الرحمه فيها. فشوف انت ربك سبحانه وتعالى جعل المعاني اللي هي صعب انها تتجسم لا جعلها مجسمه، بس انت اللي مش واخد بالك. وعشان كده كل ما في الاكوان ما هي الا تجليات تعينات صفات الله عز وجل، واخد بالك ازاي؟ كلها تجليات صفات. فالصفات اصلا امور معنويه غير محسوسه. خلق الله سبحانه وتعالى عالم الحس وجعل هذه الصفات لها تعينات محسوسه مرئيه، فجعلك سميع وبصير، وجعلك لك وجود، وجعلك لك اراده، وجعلك حركه، وجعل لك رحمه، وجعل لك حب للانتقام، وجعل لك حب للظهور، جعل لي كل الحاجات دي كلها دي تعينات صفات. زي ما عندك انت قهر كده عايز تقهر اعدائك لانه تجلى عليك بصفه القاهر فوق اعدائك، فانت كمان عايز تبقى قاهر فوق اعدائك، تجلي صفه القهر، تبقى عايز تتصل على كل من يعاديك بصفه القهر التي تجلى الله عليك بها، وفي نفس الوقت عايز ترحم الضعيف بصفه الرحمه التي تجلى عليك بها، وفي نفس الوقت جعلك ترغب في الوصول بصفه الفقر اليه والاستشعار بانك مفتقر اليه، وان الصفات التي تجلى الله عليك بها ليست ذاتيه فيك بل انعكاس لصفاته عليك. فهمت ازاي؟ فلما استشعرت انها ليست ذاتيه فيك استشعرت الفقر اليه. فهمت؟ كل دي تعينات للصفات الاحوال اللي انت عايش فيها كلها دي، الاكوان اللي انت شايفها دي كلها، كل اللي انت شايفها فيه، كل دي ما هي الا تعينات للصفات التي كانت غير مدركه فصارت محسوسه. فهمت ازاي؟ من غلق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات. يعني هو بيحاول يعمل لك، عارف أنت الطالب اللي رايح الامتحان يقوم يعمل برشام، البرشامة دي إيه هي بقى؟ ورقة صغيرة كده
حاطط فيها رؤوس المسائل اللي في المقرر كله عشان يبقى كل المقرر في ذهنك. لكن تحت كل كلمه من دي حواشي كتيره قد تكون تحتها صفحات، فهمت؟ بس هو علشان مش قادر يقرا الكتاب كله وهو ماشي كده عايز في الطريق يبص للعناصر دي بس عشان يفضل فاكر كل عنصر، لحسن ينشغل بعنصر عن عنصر او نقطه عن نقطه، فهمت ازاي؟ هو برضه نفس الحكايه، هو عايز يديلك ايه برشامه صغيره كده فيها كل العناصر الاساسيه وليس فيها الكل بالتفصيل ده على سبيل الاجمال اللي هي توصلك الى الله بطريقه امنه. فيقول لك ايه؟ من رزق ثلاثه اشياء فقد نجا من الافات في الطريق الى الله، يعني لان الطريق الى الله مليان افات. طالب في الطريق الى الله عربيه مقلوبه، واحد مكسور، واحد مات قبل ما يوصل، واحد مقلول العنايه المركزه، واخد بالك ازاي؟ واحد مشغول بيصلح في عربيته، واحد مشغول تاني بيساعد غيره وهو نفسه غرقان، قالوا بيساعد غيره، واخد بالك ازاي؟ هو نفسه غرقان. كل المناظر دي تجدها زي ما تشوفها في الطريق الحسي تجدها في الطريق الى الله. فازاي تنجو انت من الافات في الطريق الى الله؟ لازم تضمن ثلاث حاجات على كلامه، لان ده راجل وصل فعايز يقول لك الخلاصه بتاعت خبرته في الوصول الى الله. بيقول لك بطن خال مع قلب قانع، دي اول حاجه. بطن خال اي خال من فضول الطعام مش من الطعام مطلقا، والا ما انت هتترمي يغمى عليك، هتمشي هتخزن هتجوع نفسك تموت. فان المندفة لا عبدا قطع ولا ظهرا ابقى، مش كده برضه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ اللي مسافر ده راكب حماره ولا فرس وقاعد يضرب يضرب فيها عايز يوصل بسرعه، ولا بيوقفها تستريح ولا يوقفها تشرب ولا يوقفها تاكل، ثم هتيجي في وسط الطريق تروح ميت، يلاقي نفسه بقى ماشي على رجليه. فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. شفت الجمال؟ يبقى انت هنا اول حاجه بطن خال من فضول الطعام، وعشان كده لما تيجي تاكل الفرس اللي انت مسافر عليها ما تاكلهاش لدرجه التخمه، تاكلها بس حاجه تبقى نشيطه تجري، انما لو اكلتها لدرجه التخمه وشبعتها هتعمل ايه؟ هتنام، هتنام كده هو منك وتقعد تعصر نفسها في التراب، نفس اللي بتعمله في نفسك. كل الاكله الكبيره كده تروح نايم وقاعد تقلب على ايه؟ على الفراش، نفس المنظر بتاع الفرفه اللي انت مليت بطنها اكل، هي بس هي بتنام على التراب وانت بتنام على ايه؟ على السرير. هي سبحانه يعرف الحس، هو اللي في الايه؟ اللي في النفس جواك وانت مش واخد بالك. عشان كده هو شايف انك انت راكب نفسك كدابه هتوصلك الى الله، لم تستطع الوصول الى الله الا بنفسك، خد بالك. ونفسك دي دابه عايزه تاكل، لكن لو شبعتها مش هتوصل، ولو جوعتها حرمتها خالص هتموت، مش هتوصل برضه. تقوم ايه؟ تقوم تديها اللي فيه الضروره والحاجه. فيقول لك بطن خال مع قلب قانع، خال من فضول الطعام مع قلب قانع بما اقامه الله فيه فلا يلتفت الى ما سواه. لان برضه لو انت ماشي وقاعد طول ما انت ماشي في الطريق الى الله قاعد بتلتفت للي حواليك، باصص للي في ايد غيرك مش اللي اداهولك ربك، هتوصل؟ مش هتوصل، هتخبط في العمود، ما انت قصدك مش باص، ما انت قاعد ملتفت على اللي في ايد غيرك وماشي، هتلاقي نفسك خبطت في العمود، اتحورت، خدت بالك ازاي؟ وقد تكون الخبطه جامده لانك كنت ماشي بسرعه، فالتفت وانت مسرع تبقى حته مروعه، افتكرت تقعد تعالج نفسك 10 سنين، واخد بالك ازاي؟ ده يقول لك ده مسكين ده جاله كسر مضاعف متفتت بقاله 10 سنين ما حطش رجله الارض. بتحصل في الطريق الى الله، تلاقي واحد يتعطل 10 سنين و20 سنه لانه كان غير قانع، قلبه كان ملتفت الى غير مولاه، كان شايف ان ايد غيره، يقوم ربك سبحانه وتعالى خليه يصطدم في العمود. فهمت ازاي؟ يصطدم في العمود يجرى له ايه؟ يتعطل بقى، تيجي الاسعافات حلني على ما تيجي. واخد بالك ازاي؟ وملوك المستشفى والدكاتره بيغلطوا في العلاج والدكاتره يعقوا في العلاج وانت قاعد متعطل وغيرك قاعد بيوصل بيجري 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 وانت لسه في المستشفى مستنيين لسه يجيبوا شرايح علشان يظبطوا عمك. طب ما انت عمك كان سليم، ليه التفت وانت سايق؟
حد يبقى سايق كده وماسك الجادون في ايده والدركسيون في ايده وبعدين يلتفت كده وماشي على سرعه 100 كيلو، ده ده مجنون ده صح؟ والله بيحصل في الطريق الى الله اكتر من كده، وانت بتضحك على كده اكتر من كده بيحصل، وعلشان كده قدر الواصلين قليلين لكن السائرون كثيرون، عشان الكل ملتفت للي فيه غيره. لكن اقنع، ادي معنى كلامه قلب قانع. فهمت ازاي؟ يعني انت خليت مع الله قلبك راضي باللي اقامك ربنا فيه. ربنا ركبك عربيه متحتح والتاني راكب عربيه في الاوبشن هوا، تقول جت من يلحقنا الهدايه بايه بقى العربيه دي اللي احنا يا عم احنا ربك في المثل تبعت الارنب، في المثل القصه اللي بيقولوها لنا واحنا اطفال، صح ولا لا؟ ما يجراش حاجه او حاجه احسن من التسويق، وتحمد ربك بدل ما تبقى توصل كنت هتوصل ماشي على رجليك، او ركبك عربيه طيب من تحتها بس احسن ما تبقى ماشي على رجليك، مش كده برضو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحرب يركب البغل ويركب غيره الفرس صلى الله عليه وسلم، يركب هو البغل صلى الله عليه وسلم، ده هو يركب احلى فرس، ده هو القائد سيد الخلق، لا ده هو يركب البغل ويركب الحمار في طرقات المدينه. ايه التواضع الجميل ده؟ ايه التواضع الجميل ده والقناعه دي؟ ولما يروح يحب يذبح 100 جمل، 100 جمل يذبحها وهو بيحب، ولما يركب في طرقات المدينه يركب ايه؟ حمار، يركب جلجل، يركب يعفور، ايه الحلاوه دي؟ قانع صلى الله عليه وسلم باي وسيله توصله الى مقصوده. اتعلم من نبيك لما توصل، عشان كده يقول ايه قلب قانع. كلامهم لو تقعد فيه كتير، تقعد تتكلم فيه كتير ما يخلص. ليه؟ لان كلام ناس عاشت التجربه، مش ناس حفظت وتقول، لا ناس عاشت التجربه فكلامهم وراء حاجات كثيره. فادي معنى الكلمه الاولانيه، اول حاجه بطن خال اي من فضول الطعام مع قلب قانع. طب املى العربيه بتاعتك بنزين وبعدين ايه؟ الواد اللي بيملى لك البنزين اتحولت يا بيه، البنزين بيقع على الارض، لا يا ولد زود، لا يا ولد زود، الله يزود، بقت العربيه بتاعتك واقفه بركة بنزين، بعد شويه واحد معدي بسجاره رماها ولعت، الله واخد بالك؟ اهو ده التخمه، هي دي التخمه. شفت بقى التخمه انت بتضحك عليها ازاي وبتعملها؟ عايز تاكل احلى اكل واكبر كميه، وعايز تلبس احسن قماش واكثر عدد، وعايز كل حاجه على اعلى مستوى، صح ولا لا؟ هو انت بتضحك على الراجل اللي هو مال البنزين ويقول له خولت، خلاص يا بيه خولت، يقول له لا يا ولد زود، هدفع لك الحساب ما يهمكش. يفضل يزود لما العربيه بقت عايمه على بنزين، عجلها اترفع من على الارض. ايه ده؟ طب وانت هتعرف تمشي ازاي؟ اهو ده بقى معنى المعنى اللي انت تفهمه من الزي. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكلش كتير ولا بنى كتير ولا لبس كتير، وعاش ومات ولم يشبع حتى من خبز الشعير. شوف معنى الكلام، الناس دي فهمت افعال النبي وعاشتها فوصلت، لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عشان يوصل الناس اساسا، جاء عشان يوصل الناس. فهمت ازاي؟ ده هي المسألة، هو جاي لهذا الهدف. يا ايها النبي انا ارسلناك، انت ما انت نبي قبل ما ترسل، انت نبي مقامك عالي خلاص، كنت نبيا وانا مجلل في طينته، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه بارساله للخلق ومن على الخلق بارساله الينا، فاحنا اللي محتاجين، هو مش محتاجنا، هو كان واصل قبل ما يجينا، ده هو اخي النبي. شوف يقول لي يا ايها النبي، يعني انت نبي، انا ارسلناك فصار رسولا بعدما كان نبيا، خدت بالك ازاي؟ بعدما كان واصلا صار موصلا. فهمت ازاي؟ يبقى هي كده، هي دي المعنى. فهو شوف انت النبي عاش ازاي، الصحابه عاشوا ازاي، الناس اللي وصلوا عاشوا ازاي، وقلل بقى الزياده في الدنيا، لان آفت هذا الزمان التخمه من كل شيء. التخمه في المسكن وفي المنكح وفي الملبس وفي المطعم وفي المشرب، واخد بالك؟ في كل شيء التخمه. اصبح حتى الوقت بلاد الكفار نفسهم يقول لك المسلمين دول بلاد مستهلكه،
مستهلكه يعني ايه؟ يعني عايزين ياكلوا 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 يلبسوا 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 الى ما لا نهايه. قد اصبحت بلاد مستهلكه تخمه، واصبحت داء العصر الان هي السمنه المفرطه. ده بقى جراحي يسموه السمنه المفرطه، ودي علامه من علامات التخمه في الاكل بس. لكن في علامات بقى اخرى ثانيه في الملبس وفي المشرب وغيره وغيره. هو ده باقي العصر. والرسول صلى الله عليه وسلم من علامات القيامه انتشار ايه؟ السمنه. واخد بالك ازاي؟ التخمه. ويبقى السمنه هنا معناها الشرف للدنيا. انك انت تاخد ازيد من ايه؟ من احتياجك. يبقى بطن خال مع قلب قانع. شفت بقى ان البطن الخالي مع القلب القانع دي توصلك على طول؟ فهمت معناها؟ عربية حط فيها 5 لتر همشي بيها، حط فيها 100 لتر هي ساعتها اصلا 20 يا ابني، حط فيها 100 لتر ليه؟ فهمت ازاي؟ وفقر دائم معه زهد حاضر. الفقر الدائم يعني التقلل من الدنيا او الافتقار الى الله. تنفع ليه وتنفع ليه؟ فاذا قلنا احنا بطن خالص معناه التقلل للدنيا، يبقى تخلي الفقر هنا معناه الافتقار الى الله. واذا قلت البطن هنا الخالي معناه التقلل من الطعام بس، يبقى الفقر الدائم هنا هو التقلل من باقي زينات الدنيا. يبقى كلامه يحتمل كده ويحتمل كده على حسب ما توسع الاولى هتضيق الثانيه، هتضيق الاولى توسع الثانيه. فهمت ازاي؟ عشان تديك معنى جديد. وفقر دائم اي تقلل من الدنيا او افتقار الى الله معه زهد حاضر. والزهد هو الاخذ من المباح بقدر الحاجة. ده الزهد. مش تاخد كل المباح. تصور انت دخلت عطشان، نزلت دخلت الكافيتيريا في الطريق، فرحت لقيت عندهم ثلاجة فيها 100 ازازة حاجة ساعة. قول له افتح لي 100 ازازة. لما هو ازازة واحدة، ازازة واحدة خلاص هتضيع عطشك وتجري. شوف مصالح ايه 100 ازازة دي؟ واخد بالك ازاي؟ هو ده بقى، هو ده اللي ايه؟ يقول لك الزهد الحاضر انك تاخد ازازه واحده كفايه. ما هو واحد ان انا ادفع 10 ازايز، انا معايا فلوس كتير الحمد لله، مفيش حاجه. والازايز دي كلها حاجات مباحه، مش خمره ولا حاجه، مباحه. ممكن ادفع 10 ازايز، ممكن اشرب ازازتين وثلاثه. فهمت ازاي؟ ممكن اشرب ازازه واحده. اشرب ازازه واحده، خلاص ماشي حالي. مش ده ده، لا اصل انا عايز دي بالليمون، ودي بالصودا دوقها، ودي بالبرتقال عايز اشوفها، الله وليطفي، لا عايز دي كمان، هي بالامانات اديني دي كمان، لا ايه ده بالتفاح طلعت انت دي؟ عايزها دي كمان، الله، ايه ده الشغلانه دي؟ انت مش هتخلص يا ابني، مش هتخلص، والله اللي بتعمله كده في الدنيا بتعمله كده في الطريق الى الله، اللي انت بتضحك عليه ده، بيحصل. خدت بالك ازاي؟ لا عشان كده افهم. افهم وعيش بقى وانطلق، غيرك وصل من زمان وابتدى بعدك بكتير. لان انت معطل نفسك. ليس الطريق لمن سبق، ان الطريق لمن صدق. واخد بالك ازاي؟ مش مسألة مين سبق. وفقر دائم معه زهد حاضر. وصبر كامل معه ذكر دائم. انك تصبر على كده بقى، ولا عمل الا الصبر على العمل. لحسن تعمل كده ساعة وبعد كده نفسك تفلت منك تروح ايه؟ فلتت منك بقى. لا اعمل كده لحد ما توصل، مش ساعة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا لحد ما توصل. تصبر على ذلك، تصبر على الطاعة، تصبر على فطن النفس عن كل ما يشغلها، تصبر على هدفك ان تصل الى الله. الرسول يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. شوف انت عشان تربي اولادك ان ما صبرتش معاهم لحد ما يكبروا ويخلصوا دراستهم، العيال كبيره لو جيت في نص الطريق كفايه كده ما بقوا بيعرفوا ياكلوا ويشربوا خلاص، انا مالي بيهم. تقعد تصبر معاهم لحد سن 12 سنه و13 و15 وبعدين كفايه بقى، ما انا صبرت كتير بقى، كفايه بقى، تروح سايبهم وتعين عينك عنهم ومصاريفك عنهم، يعملوا ايه؟ يبيعوا، صح؟ لا لازم تصبر معاهم لحد ما توصلهم. يقول لك انا صبرت مع عيالي لحد ما دخلت البنت بيتها والولد لقى له وظيفه.
فهمت ازاي؟ يبقى اصبر مع نفسك زي ما بتصبر مع عيالك لحد ما توصل الى ربك في امان. فهمت ازاي؟ تصبر ازاي؟ تصبر على انك انت تترك الزائل وتترك الفضول وتترك كل ما يشغلك وتقنع بما اقامك الله فيه ولا تلتفت الى ما في يد غيرك وتداوم على ذلك مبتعدا عن كل ما يغضب الله حريصا على كل ما يرضي الله صابرا على هذا الطريق غير حائدا عنه وغير منشغلا بما فيه من زخارف. واخد بالك ازاي؟ لحد ما تلاقي نفسك وصلت. ادي معنى ايه؟ وصبر كامل، يعني حبس النفس عن عدم الرضا بالقضاء في الطريق الى الله. مش وانت ماشي في الطريق الى الله اذا جتني ايه العربيه الزباله اللي جايبينها؟ ايه حتى الجزمه اللي انا لابسها مقرفه، حتى مش عاجبه حاجه ابدا، وقاعد يبصر في اللي في ايد الناس بس. شوف راكب عربيه عامله ازاي وانا بفهم اكتر منه، ده انا كنت جايب مجموعه في السنه وانا اكتر منه، شوف بيكسب اكتر مني. فهمت ازاي؟ انا احسن منه، يدي الحلقه للي بلا وداه، قاعد معترض فينطرد. فهمت ازاي؟ لا مش كده. يبقى صبر دايما يعني تحبس نفسك في مقام الرضا، لان مقام الرضا ده مقام عالي عزيز. الرضا بالقضاء بما اقامك الله فيه واقام العباد فيه. فهمت ازاي؟ ومش كده وبس، والصبر على الطاعه والصبر على عدم المعصيه والصبر على عدم الالتفات الى ما سوى الله، كل ده صبر عايزه محتاجه. ادي معناه صبر دائم، لان اصل الطريق طويل. ده بيقول لك بينك وبين الطريق الى الله 70,000 حجاب، كل حجاب 70,000 طبق. يعني عايز كل حجاب 70,000 خطوة؟ واخد بالك؟ وعايز تعمل كده في 70,000 حجاب، يعني 70,000 في 70,000، وانت قاعد متردد في الطبقة الأولى من الحجاب الأول، رايح جاي تخبط في الحتة دي وترجع تاني، تخبط يا ابني انطلق بقى، انطلق بقى وشوف مصلحتك. الطريق طويل والعقبة كعود، مش كده؟ والناقد بصير. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اهو كلام النبي مطابق لكلامهم وكلامهم مطابق لكلام النبي، لانهم علماء وراء عاشوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعبروا عن كلام النبي بألفاظ تحمل نفس المعنى. فهمت ازاي؟ وعشان كده حتى لو تركت الكلام ده كله ورجعت للسنه تجد نفسك هي دي فيها كل حاجه، فيها كل حاجه. لكن ربك سبحانه وتعالى يعرف انك انت ملول، تقول احنا طول النهار قاعدين نقرا بقى في البخاري ومسلم، ما نقرا كتاب تاني. طب اخويا اقرا كتاب تاني، هتلاقي برضه كلام النبي بس معبر عنه باساليب اخرى. فهمت ازاي؟ لكن انت مهما جريت وطلعت الدليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الاولياء دول ما هما الا نواب عنهم، نواب عنهم. وعشان كده حتى لو لم تجد اي نائب فيكفيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. بس وفي ناس ما وصلتش الا برسول الله بس، بلا اي نائب، بلا اي ولي ولا مربي، بالنبي بس. بيقول لك انا حليل ودوايا النبي. مش قال كده؟ ما هو كلامه صح. مش انت في الطريق الى الله عليل ومريض ودليلك النبي؟ هو ده اللي هياخد في ايدك يسعفك. فهمت ازاي؟ هي دي المساله. وصبر كامل معه ذكر دائم، معه ذكر دائم، اما ذكر للمقصود فلا تنساه، او ذكر لله عز وجل مراقبا اياه، او ذكر لما اقامك فيه قانعا به غير ملتفت وغير مدبر لما دبره لك سبحانه، ثم ما تنشغلش عما اقامك الله فيه. فهمت بقى المساله؟ عارف اللي بيدبر حاله وترك التدبير لله؟ التدبير ده عمل القلب، والاسباب دي عمل الجوارح. الجوارح شغاله ماسك الدركسيون بتاع العربيه وحاطط رجلي على البنزين ورجلي الثانيه مستعد للفرامل لو قابلنا اي عقبه، وانا ماشي في الطريق الى الله، وكل شويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر ماشي حلو، والعربيه حاطط فيها بنزين بقدر الضروره، لو واخد
عامل فيها زيادة ولا حاجة. ماشي العربي الحمد لله. كوش موضب ونخو والدنيا ماشية. عارف بقى اللي بيدبر ينشغل نفسه بالتدبير يبقى زي ايه؟ شوف انت بقى بتسوق وباصص كده، اللي بيدبر ده باصص لرجليه. تصور بقى وانت بتسوق باصص لرجليك يا مسكين، هتلاقي العربية حولت منك كده وقعت في الرملة وتركت الطريق ده السلم، او خبطت في واحد جنبك باصص في رجليه زيك. فهمت ازاي بيدبر لنفسه؟ فهمت ازاي؟ ادي معنى انك انت تترك التدبير، تاخد بالاسباب بجوارحك وتترك التدبير بقلبك، فلا يلتفت الا الى الله. فهمت بقى المعنى؟ نفس القصه دي بتحصل في الطريق الى الله. ادي معنى ان قلبك يبقى مع الله وجوارحك مع الاسباب. جوارحك العربيه لكن قلبك فين؟ مع مقصودك مش في العربيه، لانك اول ما بتوصل بتسيب العربيه، بتقفل العربية وكانك طالع، ولا بتفضل قاعد في العربية؟ بس لما بتصدق تنزل. يا ساتر ده انا رجلي نملت. صح نفس القصة. لكن التاني اللي بيدبر ده قاعد حابس نفسه جوه العربية، ويا ريت كمان بيبص للطريق عشان يوصل في امان بدون ما العربية تعطب منه. لا ده بيحطب العربية. يقوم قلبه اللي بيدبر ده قلبه مشغول تعبان غير راضي، مش قانع مش مبسوط. يوم يجيله اي خبر يوم ايه؟ ينقلوا العنايه المركزه، يقول لك اصل جاله جلطه ما استحملش، واخد ارهاق شديد على القلب، القلب ما استحملش مرض. فهمت ازاي؟ اهو ده نفس الحكايه. اللي بيدبر ده هو ملتفت كده وتلاقي العربيه تعمل حتى ينقلوه على ايه؟ عند ورشه الميكانيك، زي اللي بينقلوه التاني على العنايه المركزه، لان ده بيدبر. هي القصه هي هي. صبر كامل معه ذكر دائم، ومنهم ابو بكر محمد بن موسى الواسطي رضي الله عنه وارضاه. الفاتحه لروحه. اللي هي منطقة باكستان الغربية مع افغانستان، المنطقة دي كلها كانت خراسان. واللي هي زي بنجلاديش. بنجلاديش دي شرقية ولا غربية؟ بنجلاديش دي شرقية كده ناحية الصين. لا الدنيا دي اللي ناحية افغانستان اللي هي باكستان برضه، واخد بالك ازاي؟ باكستان مع افغانستان المنطقة دي كلها اللي هي فوق ايران على طول، دي كان اسمها خراسان، منطقة خراسان، واخد بالك ازاي؟ طلعت علماء كتير اكابر. خراساني الاصل من فرغانة، وعشان كده كتير ناس يقول لك ايه؟ انتشر الاسلام من غانا الى فرغانة. فهمت ازاي؟ ادي كلامهم. غانا في افريقيا تحت، وفرغانة فين؟ في الشمال الشرقي فوق. خدت بالك ازاي؟ يعني يقول لك انه خد المسافة دي كلها الاسلام. صاحب الجنيد والنوري بيقول لك جماعة اللي كانوا بيحضروا الورد بتاعه اليومي 5000، عشان تعرف ان الناس دي كانت مش اي كلام. اللي بيحضروا الورد بتاعه بس كل يوم، اللي بيقول الذكر حلقة الذكر بتاعته يعني، كانوا 5000 يحضروا يوميا. سأل ابو اسحاق ابو عثمان مرة، بيسأل ايه اصحاب او اولاد ابو عثمان اللي بيربيهم، واخد بالك ازاي؟ بيقول له ماذا كان يامركم ابو عثمان؟ بيشوف يعني ابو عثمان ده كان قرينه مربي برضه، هو ليه ناس كتير بيربيهم، سيدنا ابو عثمان ده كان ليه ناس كتير بيربيهم. فقابل اصحاب ابو عثمان بيقول لهم ماذا كان يامركم ابو عثمان؟ قال كان يامرنا بالطاعه ورؤيه التقصير فيها. كلام حلو. قال انما يامركم بالمجوسيه البحته. الا يامركم برؤيه بالغفله عنها ورؤيه مجريها؟
ازاي؟ يعني بالنظر الى فضله عليك. يعني تنتقل لمسألة تانية بقى، مش انك انت ترى التقصير فيها، ما انت ترى التقصير فيها معناها رأيت نفسك. هو عايز يخرجك من نفسك حتى لا تنظر الا الى فضله في الطاعة. فهمت ازاي؟ دي درجات في الطاعة، مع ان ده حلو وده حلو بس. فهمت ازاي؟ قال لهم هل امركم بالغيبة عنها ورؤية منشيها ومجريها؟ ادي معنى كده. هل امركم بالغيبة عنها ورؤية منشيها ومجريها؟ لا حتى بتفتكر انك وصلت بجهدك. لا. لا حول ولا قوة الا بالله. لا يصل احدكم الى الله الا برحمته. فهو عايز يحسسهم بالحدة. خراساني الاصل من فرغانه صاحب الجنيد والنوري، عالم كبير الشأن، اقام بمرو ومات بها بعد العشرين والثلاثمائة. قال الواسطي: الخوف والرجاء زمامان يمنعان العبد من سوء الادب مع الله. يعني الخوف والرجاء، انت مش اما بتسوق الدابه بتاعتك او العربيه عندك دركسيون يقدر يحولها كده ويحولها كده؟ فهمت ازاي؟ او كده خوف وكده رجاء. لا تميل قوي كده تقنط، ولا تميل قوي كده تامن مكر الله. الاثنين تحويده تبعدك عن الطريق. فهمت ازاي؟ زي ما يبقى عندك فرس كده دي زمام واحد، تنفع تسوق الفرس بزمام واحد؟ ما ينفعش. خوف لوحده ما ينفعش، والرجاء لوحده ما ينفعش. بل الخوف والرجاء زمامان يخلوك باستمرار شايف طريقك المستقيم. فلا تلتفت عما سوى الله. الخوف يمنعك من معصيته اولا، ويمنعك من الركون الى الطاعة ثانية، مخافة ان تركن اليها وتكون غير مقبولة، ويمنعك عن التقصير في الطاعة، ويمنعك عن الالتفات الى غير مولاك. والرجاء يجعلك باستمرار راضيا رحمة ربك بالرغم رؤيتك التقصير في الطاعة. فما تيأس تقول لا انا حاولت كتير اصلي باستمرار فرحان فتركت الصلاة. اصل انا حاولت كتير اعبد ربنا والاقي نفسي مقصر فرحت اتحركت بقى. شفت نفسي. واخد بالك ما ينفعش. لكن الرجاء يخليك باستمرار حاسس ان ربك بالرغم تقصيرك ده هيجبرك ان شاء الله. يا رب. يبقى عندك رجاء في الله عز وجل. يوم الرجاء يخليك مستمر، والخوف يخليه غير ملتفت الى ما انت فيه، بل ملتفت الى فضل الله. فهمت ازاي؟ فزمامان يظبطوك. الخوف والرجاء زمامان يمنعان العبد من سوء الادب. ليه؟ لانه لو ترك الخوف امن مكر الله، ودي اساءة ادب. ولو ترك الرجاء قنط من رحمة الله فاساء الادب. فهمت ازاي؟ وقال مطالعة الاعواض على الطاعات من نسيان الفضل. انت قاعد تعمل بتاع وعايز عايز الثواب عايز الثواب عايز الثواب، يبقى انت قاعد مستني العوض وناسي فضل الله عليك انه جعلك مطيع. فهمت ازاي؟ ادي معنى نسيان الفضل. لا، لم يدخل احدكم الجنة بعمله الا ان يتغمد الله برحمته. مطالعة الاعواض العوض يعني. حتى الناس يقول لك انا ما بقبلش العوض. الناس المصريين البسطاء يقول لا انا ما بقبلش، مع ان العوض او العوض يعني هم يقولوا عليه العوض اللغه المصريه العاديه العاميه، لكن هو العوض. العوض جاء الشرع. افرض انت اتلفت الواحد حاجه من حقه ياخد منك قيمه التلف شرعا كده، مش كده؟ لكن المصريين لانهم اهل كرم يحبوا يتعاملوا بالفضل مش بالعدل، فانتشر عند الناس يقول لك انا ما بقبلش العوض. ليه؟ لانه عايز يتعامل بالفضل مش بالعدل. فهو ده مكان عالي. هو ترك المباح الى الافضل. فهمت ازاي؟ فانت اذا كنت انت في امور الدنيا ما بتقبلش العوض، اشمعنى بقى عايز تنظر في امور الاخره للعوض؟ ما تنظر لفضل الله يا اخي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. ادي معنى مطالعه الاعواض على الطاعات من نسيان الفضل. فهمت؟ وقال الواسطي:
اذا اراد الله هوان عبد القاه الى هؤلاء الامتان والجية يريد به صحبة الاحباب. اللي هم العيال اللي يشغلوه. عارف العيال اللي يشغلوه؟ اللي هم العيال اللي هم عندهم، لا مش كده وبس، ليها معاني كتيرة في الاحباب دي. اما الاحباب اي المتبعين في الطريق الى الله فيشغلوه ببدعتهم زي الوهابية الوقت، واخد بالك ازاي؟ يتلموا على شوية الوهابية يكرهوه في كل المسلمين ويعلموه سوء الظن بكل المسلمين ويحسسوه انه هو اللي فهم كل حاجة وكل الناس مش فاهمة حاجة وهو اجهل من دب، ويفتكر نفسه يبص على المراية كده يلاقي بقى مطولت كده وجلبيته قفرت وبيضة وحلوة ولابس الامامة كده ولا الطاقية، يا طب انت واد علان اهو والناس مشركين بيصلي في المسجد اللي فيه قبر، ايه الحلاوة دي؟ واخد بقى ويخرج بقى ايه يعمل فتن. جاله الشعور ده منين؟ ها؟ من مصاحبة الاحداث. اتلموا على كام عيل قالوا له لا هي كده اقرا بس الصفحتين دول واقرا الصفحتين دول واقرا الثلاث صفحات دي وشوف المنشورات دي وشوف الورقه دي وشوف القصاصه دي. الواد قرا الحاجات دي حفظها، ده علامه كبير. ايه ده؟ ويجي يقرا الصفحه يغلط، ما يعرفش يقرا الصفحه بس بقى علامه كبير. شفت بقى مصاحبه الاحداث تودي في ده ازاي؟ تودي في ده. ما هو كل زمن ليه احداث. كان في زمانهم كانوا العيال المرضى الصغيرين دي كان منتشر حكايه اللواط، كان في زمانهم كده، واخد بالك ازاي؟ فكانوا لما بيمشوا مع العيال الصغيره دي اللي هم جمال الصوره بيغرود اللواط، فهمت ازاي؟ خصوصا ان هو بيبقى قاعد في الخلوات شهور طويله، فعشان كده كانوا ايه يجتهدوا انه يبعدوا عنهم ويعتبروا ان الخلوه بهم اشد من الخلوه بالمراه. لكن احنا في زماننا الموضوع ده مش هو ده المشكله، الموضوع في زماننا احنا اختلف، الاحداث اصبحوا في زماننا هم الوهابيه. فهمت ازاي؟ لانه بيشغلوك فعلا عن مطالعه عيوب نفسك وعن الوصول الى الله بالازدياد في العلم، ويستشعروك انك انت اصبحت عالم وفاهم كل حاجه. فهمت ازاي؟ فكل زمن ليه احداثه، فلازم لما تيجي تعيش عيش زمنك، مش تعيش مشكله حاجه كانت خلاص ماتت وانتهت. فهمت؟ اذا اراد الله هوان عبد القاه الى هؤلاء الامتان والجير. ما دي متانة، الكبر مفيش امتن منه، الغرور مفيش امتن منه، لانه ده حجاب شديد يبعدك عن الله. كل الناس مش فاهمة انا اللي فاهم، كل الناس هلكة وانا اللي نادي. ليه يا اخي؟ من قال هلك الناس فهو اهلكهم، من قال لاخيه يا كافر فقد باء بي احدهما. وفين لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه؟ وفين رب اسعف اغبر اذا اقتنع على الله الى بره؟ وفين ان ممكن ان ربنا اخفى اولياءه في المسلمين كلهم؟ ممكن اللي انت معترض عليه ده يطلع ولي كبير وبعدين يعلموه الاعتراض على الولي علشان سوء ادب الزوار للولي. طب والولي مات، يقوموا يشتموا الولي اللي مقبور علشان اساءة ادب في الزيارة. طب والولي ماله؟ يألف لك كتب يشتم فيها السيد البدوي في سيدنا الحسين، يقول لك انت مش مدفون هنا. طب واحنا يعني بنزور الاجساد ولا الارواح؟ افرض مش مدفون هنا، انا ظهر الفتح الروح سيدنا الحسين، ربك هيوصلها له حيث ما كان. ايه يعني انت مالك يعني؟ انت مالك انت يعني؟ انا شفت في الرؤيا مثلا مش انا يعني ردي مثال، ان سيدنا الحسين مدفون هنا في مصر، فاستقرت رؤيا هذا الامر ورحت زرت الحته دي وقريت الفتح. ايه الشرك اللي فيها يعني؟ ايه المشكله يعني؟ ليه تعيب في سيدنا الحسين طيب وسيدنا الحسين مال؟ حاجه عجيبه الشكل. فهم يتعلموا الجرأه في مكانه جيه. فهمت ازاي؟ سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت ابا بكر محمد بن عبد العزيز المروزي يقول سمعت الواسطي يقول جعلوا سوء ادبهم اخلاصا. يا سلام، مشكله. جعلوا سوء الادب مع العلماء والاولياء، يقول لك احنا عايزين ربنا بس
احنا ربنا ما اعتمد على نفسه، يقول لك قدام باب الاخلاص. فاساء الادب مع العلماء ومع الادله اللي ربنا جعلهم ادله للوصول، اساء الادب معهم. ولا قلت دي يا مسكين ولا قلت دي. والمشكله ان سوء الادب ده والجهل ده جعلوا اخلاص، يقول لك فرارا من الشرك. ايه ده كانه عايش مع الوهابيه الشيخ ابو بكر محمد بن موسى، كانه عايش معاهم. جعلوا سوء ادبهم اخلاصا، سوء الادب مع العلماء ومع الاولياء ومع الصالحين. وربنا سبحانه وتعالى كثر الاولياء والصالحين والاولياء ليه؟ عشان يكثر لك الادله في الوصول اليه، لان الطريق طويل عايز يؤنسك. لو انت عايز خلاص ترمي عليهم ميه نار تحرقهم، بقى ربنا بعتهم لك ادله ياخدوا بايديك يوصلوك. كنت تقول لهم لا حاجه ثانيه، ان الله يحب ان تؤتى روحه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وانت هتوصل بنفسك تبقى واقع كده في الطريق الى الله، تلاقي ايد تنزلك علشان توقفك. لا نعتمد على الله يا ابني، ما هو ده ربنا خلقه ليك بعتهولك. اعتمد على الله وخد بايده. فهمت ازاي؟ افهم. زي ما بتاخد الدواء وانت مريض، اشمعنى الدواء بتاخده وانت مريض؟ ما هو الدواء اللي بيشفي بيشفي ربك، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل السبب امامك ويخلق مع الشفاء. فاذا اعرضت عن السبب اساءت الادب. فهمت ازاي؟ الاعراض عن السبب اساءه للادب. طب ربنا جعله سبب للوصول اليه. فهمت ازاي؟ خلاص يبقى تحترمه. تحترم السبب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجل النعمه وان دق، يجل النعمه وان دق. شوف انت لقمه عيش منيه يوالي قاعد صالح قاعد اني اعلى، لقمه عيش مرميه ولا والي قاعد؟ اذا كانت لقمه العيش المرميه دي مطلوب انك انت تمسكها كده، كان اهالينا يعملوا ايه؟ ينفضوها ويقبلها كده ويحطها على ورطه علشان يحترمها، وبعدين يحطها جنب الحيطه عشان ما حدش يدوس عليها. احترام يجل النعمه وان دقت. فاذا كان الوالي ده بقى اكتر من لقمه العيش دي بقى اعلى، لان ربنا خلق العيش ده اكتر عشان عباده، وده من ايه؟ من اكابر عباده. يبقى ده حاجه كبيره كونه يبعت لك اكابر عباده علشان ياخدوا بايدك، وبعدين انت تبص له كده بنص عين وتحتقره وتظن فيه السوء. يقول لك الاشعريه كلهم ضلاليه. الله، كلهم كده بسهوله كده تقول كده كلهم؟ عارف كلهم دي تخش ملايين العلماء والاولياء كانوا اشعريه، يقولها لك كده ويالفوا كتب في ضلال الاشعريه. مش سهله، مش سهله عيبه المسلم دي، مش سهله. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وكفايه حرب ان ربنا سبحانه وتعالى يغلظ الحجاب في نفوسه، يبقى يحجبه اشد مما هو محجوب. مفيش اشد من معاناه الحجاب لمن قرب الوصول. واخد بالك؟ للي يعرف. جعلوا سوء ادبهم اخلاصا وشرح نفوسهم انبساطا. وكل طلبات نفسه يقول لك ما ربنا كل من حرم زينة الله التي اخرج العباد من الطيبات من الرزق، يوم يكثر ياكل كتير ويشرب كتير ويلبس كتير ويتجوز كتير كله كتير كله كتير. يقول لك ما هو ربنا يا اخي حلل الحلال يا اخي، ويعتبر ان ده انبساط. بسط الله الرزق لعباده ودناءة الهمم جلادة. وقلة صبرهم على الطاعة والعبادات والمجاهدات. واخد بالك؟ يقول لك يا اخي خليك مع الله على ما يريد. اصبر شوية ما يجراش حاجة، بكرة توصل ما تقلقش ما يجراش حاجة، يوم ما يجتهدش. تبقى قلة الهمة ودناءة همته يجعلها مطلوب الصبر عليها، كأنه بيصبر على الدناءة مش على الهمة العالية. التانيين يقول لك اصبر على الهمة العالية، وانا يقول لك اصبر على الهمة الدنية. شفت العكس؟ لأن بقول لك ارضى بما أعطاك الله، أي من أمور الدنيا، وتنافس في الطاعة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو يقول لك لا، ارضى بما أعطاك في العبادة ولو قليلة، وواظب عليها. واخد بالك ازاي؟ ووسع في الدنيا.
الله ده يوم يدلك على العقل. يدلك على ايه؟ على العقل. فعموا عن الطريق وسلكوا فيه المضيق، فلا حياة تنمو في شواهدهم ولا عبادة تزكو في محاضراتهم. ان نطقوا فبالغضب وان خاطبوا فبالكبر. يا اخي ايه ده؟ يا اخي ده مش عايز شرح، ده احنا عايشينها. والله انا عايز شرح. ان نطقوا فبالغضب. كل الناس مشركين، كل الناس كفار، كل الناس هلكة. يقف على المنابر كده والله يطلعوا كل حياتك حرام في حرام، كل عشتك حرام في حرام، يطلعوك من عندهم يائس من الدنيا واللي فيها. كلامهم كله بالغضب. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان كل كلامه بالشفقة والرحمة. يا خبر ابيض، الراجل اللي وقع على امرأتي في رمضان، عارف انت قصة الراجل اللي وقع على امرأتي في رمضان؟ قال للأهل قام تعالوا نروح لرسول الله يشوف لي حل في المسائل. قالوا له انت كسبت يا جدع، نروح لرسول الله. اقول له ايه؟ ما هم مكتوبين يروحوا معايا. راحوا يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هلكت يا رسول الله، وقعت على امرأتي في رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بص له كده ما قالوش ايه ده يا مجرم، ايه ده في رمضان يا قليل الادب. ابتسم قال له تصوم شهرين متتابعين. هو ده قاعد بفكر كده، ده انا ما صبرتش اصوم يوم واحد ووقعت اصوم شهرين. قال لا استطيع يا رسول الله. قال اذا تطعم 60 مسكين. قال ليس عندي يا رسول الله حتى قوت يوم واحد. لا ازاي اطعم 60 مسكين؟ فهم احد. فجالي الرسول صلى الله عليه وسلم هدية كده كمية تمر تكفي 60 مسكين. والراجل ايه؟ قال له رزق الرب. قال له خد قطن، خد دول قطن بيهم 60 مسكين. قال والله يا رسول الله ما بين لبتيها افقر منا. قال له خلاص خدوا قطن واحدة كده روح. شوف الرحمة، شوف الرحمة والانبساط. فراح لاهله شايل التمر وشايل بتاعه وجاي يقول لهم والله لقد رايت رسول الله ارحم بي منكم، لقد اطعمني هذا الطعام. وقال له روح لاهله خلاص مفيش حاجه. والرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ هيعمل بالنيابه عنه، هيطعم عنه 60 مليون. ما الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم. ما ابونا انت ابنك وقع في الغلطه وما هوش يطعم 60 مسكين، خلاص انت طعم عنه 60 مسكين. هو النبي ابوه. فهمت المساله؟ قال له خلاص خد اجري، يلا كل انت. ما قالوش يا فقري، ايه ده يا فقري ده؟ حتى ما قالوش دي، مع ان لو قالها وتطلع من بقه زي السكر. كان هتطلع من بق النبي زي السكر. لكن حتى الكلمه دي ما قالهاش عشان ما يكسرش خاطره. واخد بالك؟ فشوف رحمه النبي حاجه ثانيه مختلفه. تجد يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخفي انبساطه عن الناس. مع انه هو في نفسه دائم الاحزان. يعني هو في نفسي كده في حالي دائم الاحزان. لكن كان مع الناس دائم البشر صلى الله عليه واله. كذلك كل اولياء الله وراه تجدهم كده مع الناس والمريدين بتوعهم تلاقيهم دائم البشر وتلاقيهم منبسطين. واخد بالك؟ كل اللي تشوفهم من الاولياء والناس المربين تلاقيهم حالهم كده. ورثوا الحته دي عن النبي صلى الله عليه وسلم. دائم البشر. العالم التانيين تلاقي عقله اصله خايف يحصل لو قعد كده يبقى مشرك. إن نطقوا فبالغضب وإن خاطبوا فبالكبر. توثب أنفسهم ينبئ عن خفض ضمائرهم. توثب أنفسهم، شوف جعل نفوسهم كأنها حيوان مفترس، عايز يثب على الفريسة. الفريسة مين؟ اللي قاعدين يوعظوه، هو ده المسكين. يثب عليه، ينقض عليه انقضاض إيه؟ الحيوان على الفريسة. وشرحهم في المأكول يظهر ما في سويداء اسرارهم. ويجوا اول ما يجيبوا الاكل بقى يا اتفرج بقى على الاكل بقى، يقعد ياكل طبعه واثنين وثلاثه وراء واثنين وثلاثه وشغال كرش قد كده قدام. واخد بالك؟ يقول لك اصل المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وياكل كيلو لحم. وجاره مش لاقي حته لحم.
عما يؤفكون. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: سمع بعض المراوزة انسانا صيدلانيا يقول: اجتاز الواسطي يوم جمعة بباب حانوتي. صيدلاني يعني ايه؟ يعني راجل بتاع فتح اجزخانة يعني، بس كانت اجزخانة اعشاب، كان زمان العلاج بالاعشاب زي العطار. اجتاز الواسطي يوم جمعة بباب حانوتي قاصدا الى الجامع، فانقطع شفع نعله، فقلت: ايها الشيخ، اتأذن لي ان اصلح نعلك؟ فقال: اصلح. فاصلحت شفعه. فقال: اتدري لما انقطع شفع نعلي؟ فقلت: حتى تقول. قل انت. فقال: لاني ما اغتسلت للجمعة. كان مستعجل عايز الايه يروح الجمعة مبكر، فلان الغسل هيعطله. قل غسل السنة بقى ما يجراش حاجة، لكن التفكير حاجة عالية. هو عايز يفكر اكتر. تعارض الفضائل بتقابل الانسان في طريقه الى الله. تعارض الفضائل، افكر ولا اغتسل واعمل؟ ما هو الاثنين مطلوبين، التفكير والغسل. طب مين اكتر؟ مين مطلوب اكتر؟ فهمت ازاي؟ مين مطلوب اولى؟ الاول. ما انا بقول لك مين؟ بقول لك ساعات الواحد بقى ممكن يفكر. فهو رجح في نفسه انه ايه؟ انه يروح بكر اولى، يبكر اولى. عنده اوراق كتير عايز يقولها، الوقت عزف، هو متعود يقرا مثلا خمس اجزاء قبل الخطبه، ويصلي على النبي 1000 مره، ويعمل مش عارف، عنده شغل كتير. ولا الوقت عزف، جيت اتفاضل خلاص ثلاث ساعات بس، يا ده انا مش هلحق، يا دوب خلص ورد القران، ويحصل لي على النبي 1000 مره ازاي، ده انا عايز كمان ساعه بعدها. لا الوقت عزف، مش مهم بقى وقت. خصوصا ان الاطفال في ايامهم ما كانش عندهم حمامات في بيوتهم زينا. ده كان لازم يخرج ويروح عند الحمام العمومي ويشوف انت حمام عمومي بقى، ويوم جمعه واتفرج طوابير الرجاله بقى شغلانه، كل واحد مستني. ده مش مساله سهله، مش زي الوقت الحمد لله كل واحد في بيته على رواقه ويفتح الدش اهو اغتسل مع السلامه. لا ما كانش حياتهم بالصوره دي، كانت حمامات عموميه عطله، في عطله كتير. المهم عم قال له ايه؟ تعرف انا ربنا عطلني ونعلي ده اتقطع ليه؟ فهم على طول الاشاره. ناس بتفهم الاشارات من الله. قال له علشان كان حق ان انا اغتسل للجمعه، واصبر شويه ما يجريش حاجه، طالما انا منشغل بتاعك انا في الطاعه. فطالما انا كنت رحت وقاعد منشغل بتاعك يبقى انا في الطاعه. لكن انا ايه؟ شهوه نفسي غلبتني، ابعد عن الزحمه والقرف ده، وانا هروح بقى اقف لسه في الزحمه والطوابير واستنى. والله ما هقف في الجامعه في الرواق. فكانت فيها شهوة نفس خفيفة. فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت اعراض عن طاعة مطلوبة في وقتها وهو غسل الجمعة. فقام ربنا ادالي علامة صغيرة كده، قطع نعم. فهمه. وده يبين كمال حاله مع الله، ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه على طول. انما عارف لما يبقى واحد ربنا لا يعيره اهتمام ولا حاجة. يترك الجمعة، يترك الجمعة نفسها. ولا حاجة، كأن جبانة وقفت على وشه من الشهادة، ولا بريان دي. فهمت ازاي؟ لكن الناس دول كان لما يترك الأفضل للمفضول في باب السنن. يعني الفرائض دي ما يخطرش في باله أكتر من يأثر فيه. ده الأفضل للمفضول في باب السنن ربنا كان يؤخر. ده تاخد بالك من الحتة دي. قال: لأني ما اغتسلت للجمعة، فقلت له: يا سيدي، ها هنا حمام تدخله؟ طلع عنده الحمد لله في الصيدليه بتاعته حمام عمومي بتاعه مخصوص. فقال له: في حمام هنا في المحل بتاعنا ومفيش حد يسأل، تحب تخش على ما صلح لك المعد؟ قال له: اه، راح داخل. فربنا بعته ايه؟ حمام خصوصي ما يعطلوش. خدت بالك ازاي؟ فقال: نعم. فادخلته الحمام فاغتسل. من فوائده الخوف والرجاء زمامان يمنعان من سوء الادب. وقال: الذكر الخروج عن من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة الخوف وشدة الحب. الذكر والخروج من ميدان الغفلة، اللي هو ميدان الغفلة اللي هو يحل محله اليقظة. إنك بقى صرت متوقظا للمطلوب منك بحق. فهمت إزاي؟ توقظت. ألا
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الآن يا رب يقظة. فهمت ازاي؟ تيقظ. الخروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة، أي مشاهدة تقصير النفس على غلبة الخوف من جلال الله عز وجل وشدة الحب للوصول إلى الله. فهمت ازاي؟ ادي معنى الذكر عنده. اذا تجلى الحق على السرائر ذهب الخوف والرجاء. يا سلام، هو عايز يقول لك معنى تاني. شوف سيدنا رسول الله قال لسيدنا صهيب ايه؟ نعم الرجل صهيب لو لم يخشى الله لم يعصه. افهم المقام ده، يعني النبي تكلم عن المقامات دي برضه بس ده اشارات. يقول نعم العبد صهيب لو لم يخشى الله لم يعصه لغلبة الجلال عليه. فهمت ازاي؟ يعني حتى لو ما فيش جنة ولا نار برضه مش هيعصاه. ادي المعنى. علشان كده هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيرقيك لحتة تانية فوق الخوف والرجاء، وان كان مطلوبين لكن فوق الخوف والرجاء حاجات تانية اعلى، لكن لابد من الخوف والرجاء للوصول الى الاعلى، ما تستغناش عنهم برضه. اذا تجلى الحق على السرائر اي بجلاله، فلغلبة الجلال. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف من النار، ما ربنا امنه من النار، لكن قال ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ لما شافوا قدميه وتورمت من شدة القيام صلى الله عليه وسلم، أقام الليل حتى تورمت قدماه، قالوا يا رسول الله هون عليك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا لغلبة الجلال. فهمت إزاي؟ أدي المعنى. إذا تجلى الحق على السرائر ذهب الخوف والرجاء وحل محلها الجلال والإجلال. تحط فيا افلا اكون عبدا شكورا كفر. فهمت؟ نعم العبد صهيب لو لم يخشى الله لم يعصه. فهمت ازاي؟ السيده رابعه بتقول ايه؟ كانت قالت الكلام في المعنى ده برضه. يعني اعبدك لذاتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. قالت المعنى ده وغيرها كتير من الاولياء حس بالمعنى ده ترقني فقالوا. فهمت ازاي؟ فدي احوال بيجدها الانسان في الوصول الى الله. افقر الفقراء من ستر الحق حقيقته حقيقة حقه عبد. يا سلام، افقر الفقراء. كلما ازددت فقرك الى الله كلما ارتقيت مع الله. فهو عايز يقول لك افقر الفقراء من ستر الحق حقيقة حقه عنه، يعني ثوابه عنه ومقامه عنه. كلما ستر الله مقامك عنده عنك كلما ازددت اجتهادا اليه. فهمت ازاي؟ وافتقارا اليه، يبقى ده اعلى. فهمت ازاي؟ الكلمة التي بها كملت المحاسن الاستقامة. قل امنت بالله ثم استقم. حديث، قل لي قولا في الاسلام لا اسال عنه احدا بعدك او غيرك، قال قل امنت بالله ثم استقم، او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. ما نقف عند هذا الحد، نكمل يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يقول ارجو تفسير لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. لا حول، الحول معناه اما القوة واما التحول. فاذا كان معناه التحول اي لا تحول عن المعصية ولا طاقة على الطاعة الا بالله، دي واحد اللي هو ما توفيقي الا بالله عليه توكلت عليه. ولو كان الحول بمعنى القوة يبقى لا حول يعني لا قوة ولا طاقة، ولا قوة الثانية تبقى معناها القدرة وهي أخف أو
والإرادة، يبقى ممكن تقول إن الحول بمعنى الإرادة والقوة بمعنى القدرة. يعني لا إرادة ولا قدرة على الطاعة إلا بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا المعنى إذا تحول إلى حس، ثواب حسي، يصير كنزا في الجنة، وهو فعلا كنز في الجنة، لأن الجنة تحولت فيها الأمور المعنوية إلى حسية، فجعل المعاني فيها محسوسة. فهمت إزاي؟ مرئية. سمعت في إذاعة القرآن الكريم شيخ يقول، شيخا يقول، سمعت شيخا، تحط خاء ألف كده عشان تبقى مفعول به، مش وقع عليه السماء. سمعت، هو كاتب سمعت في إذاعة القرآن الكريم شيخ، شيخ، شيخا. خد بالك العربي مهم يا جماعة. شيخا يقول هم دعاء على أبواب جهنم، هم دعاء على أبواب جهنم، اللي هم أهل البدع وأهل الكفر وأهل الضلال، هم دول بيقول هلمه هلمه، والناس بتيجي يا تخش معاك. فهمت ازاي؟ أهل البدع وأهل الضلال وأهل الكفر ومحطات التبشير والحاجات دي كلها. وأين تذهب هذا المساء؟ ويجيب لك صورة رقاصة على باب الكازينو جميلة حلوة، يوم الرجالة يشوفوها جاية يقطع التذكرة ويخش، واخد بالك؟ دعاء على باب جهنم، ويعمل لك الصور على الأفلام ومش عارف إيه، يختار لك أكتر صورة بقى في الفيلم، الفيلم كله ما فيهوش صور فضيحة إلا هي لقطة واحدة، يروح حاططها لك يا ريال على الأكلش. قال يعني أنت هتروح بقى تتفرج الساعتين كلها لقطات من النوع ده، ويخمك في الآخر يجيب لك لقطة واحدة. كيف تقول يعني لقطة؟ طب ما أنت شفتها قبل ما تدخل. خلاص أنت هنا بقى. لكن انت داخل بقى عندك كلك امل بقى تشوف كل اللقطات، وفي الاخر يخرمك وياخد منك القرشينات. دعاء على باب جهنم، ربنا ينجي يا سيدي. ايوه هقول بس دي معلش، في موضوع تحري الطعام اعمل مع اجانب منهم الهندوسي والكاف، فما حكم بعض الحلوى التي يوزعونها جزاكم الله خيرا؟ الحلوى ما فيهاش حلو، الحلوى لان معموله من ايه الحلوى دي؟ شوف معموله من ايه. انا رحت فرنسا سنه 76، عندهم انواع حلويات حاطين عليها بعض شحوم خنزير، وهم بيبقوا كدين، واخد بالك ازاي؟ وبعض الحلوى ساعات يحط عليها كونياك عشان يديها نكهه، يديها طعم، بعض الشوكولاتات وبعض البونبوني. فاعرف بقى الحاجات دي ايه حكايتها، مصدرها ايه. عايز تنقب قوي نقب، لكن الاحلى ما تاخدهاش يا اخي. الورع يا اخي فين الورع؟ هو تعاطي ما تحقق حله، فالسؤال ده دليل ان مفيش ورع. بس ما تاكلش يا اخي، من ما هينقصك حاجه يعني؟ مش هينقصك حاجه، ما مش عايزك وخلص، بس كبر مخك. يلا كل الحلاوه اللي بتعملها جدتك ومراتك في البيت حاجه حلوه كده، حاطين عليها سكر التموين مدعوم وكويس خلاص. يلا ها، انك تراقب نفسك في العوائق اللي انت بتشوفها دي كلها في اثناء كلام هؤلاء العلماء حتى لا تعوقك، واخد بالك ازاي؟ وتلتزم بالسنه وتلتزم باتباع اوامر الشرع وتتعلم الدين، امور الدين، لان الحكايه عايزه علم برضه. يعني شوف انت كل العلماء دول يقول لك كان عالما في الفقه، كان عالما في الاصول، كان عالما في القراءات، فلازم نتعلم، يبقى لازم نحرص على العلم، لكن نتعلم العلم للوصول الى المعلوم لا لمجرد العلم، حتى لا ننشغل بالعلم عن المعلوم فيصير حجاب. يعني نتعلم العلم مع العمل في نفس الوقت، مع الاخلاص في نفس الوقت، مع الخشية، علشان تبقى ماشي كده في سكتك، مش تقول انا اتعلم الاول وبعدين اعمل بعدين وبعدين اتخلص بعد شوية وبعدين اخد بعد كده. الله، كله مع بعض، كله مع بعض عشان تلحق. خدت بالك ازاي؟ بس على اللي تتعلمها اعمل بيه، واللي تعمل بيه اعمله خالص لله، وانت بتتعلم اتعلم العلم لله برضه، وانت بتعمل وبتتعلم وبتخلص تبقى خائف من الله الا يقبلك، واخد بالك ازاي؟ معذر لتقصيرك اولا، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يخرجك من رؤيتك لنفسك فتنظر الى محل فضله. فهمت ازاي؟ وهكذا. الله
ايوه اتفضل. في ناس فهمت لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. فهمت هو النهي عن شد الرحال مطلقا اي السفر مطلقا، كأن النبي نهى عن السفر مطلقا الا لثلاث مساجد بس. هذا الفهم ترضى ان النبي نهى عن السفر مطلقا؟ هل الصحابة ما سافروش وخرجوا للجهاد؟ هل الصحابة ما سافروش وخرجوا لاغراض كثيرة كالتجارة وكنشر الاسلام وكالسياحة في الارض؟ ما احنا بنتكلم اهو، انت بتقول سيدنا الحسين ده مسجد فقط. طيب يبقى الحديث بيتكلم عن المساجد، فهمت ازاي؟ صح ولا لا؟ لو انا عايز اعممه واقول كمان ما تسوحش القبر الولي لان لا تشد الرحال، يبقى انا عممته نهيت عن شد الرحال مطلقا بالحديث، فهمت ازاي؟ فادخلت ما ليس منه فيه كشد الرحال لزيارة الولي. طب اشمعنى شد الرحال لزيارة الولي بالذات ادخله فيه واجيز شد الرحال الى التجارة؟ طب ما هو ما جابش سيرة التجارة زي ما جابش سيرة القبر الولي زي ما جابش سيرة الجهاد في سبيل الله. هيتوقف الجهاد في سبيل الله لانه في شد رحال، ويتوقف السفر لطلب العلاج لانه في شد رحال، ويتوقف السفر لجلب بضاعة يحتاجها المسلمون حتى من بلاد الكفار ففيه شد رحال، يتوقف السفر لزيارة اخيك المسلم وعيادة المريض لانه فيه شد رحال، يتوقف السفر لصلة الارحام لانه فيه شد رحال، يتوقف السفر لطلب السعي في طلب الرزق لانه فيه شد رحال، ولم يقل بذلك احد كويس الا مجنون مش فاهم اللغه العربيه ولا فاهم الشرع الشريف او غلبت عليه الهوى. يبقى فاهم ومش مجنون بس عنده هوى، والهوى يغمي ويصد، فهمت ازاي؟ لما غلب عليه هوى كراهيه شد الرحال الى زياره قبور الصالحين ظنا منه انها تؤدي الى الشرك، فهمت ازاي؟ فلما غلب عليه الهوى ده دخلها جوه الحديث لهواه بلا دليل لا من اللغه ولا من الشرع، فهمت ازاي؟ فيقول لك ما تشدش الرحال لزياره قبر النبي، لكن شد الرحال للمسجد حيث ان النبي قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. يقول له طب هو على القبور؟ تمل الاستثناء اما استثناء منقطع او متصل، مش كده برضه؟ لو قلنا استثناء منقطع يبقى لا تشد الرحال مطلقا الا الى ثلاث مساجد لا يقول به احد، فهمت؟ يبقى لابد ان دي استثناء متصل، لان الاستثناء نوعين يا منقطع يا متصل، مش كده برضه؟ في اللغه كده. يبقى طالما استثناء متصل يبقى الاستثناء هنا من جنس المستثنى منه، يبقى لا يشد الرحال لمسجد الا الى ثلاث مساجد. يبقى الاستثناء هنا من المساجد ليس فيها القبور ولا زيارة الاولياء ولا زيارة الاصدقاء ولا زيارة الاقارب ولا السعي في طلب الرزق ولا السعي في طلب العلم ولا الجهاد في سبيل الله ولا اي حاجة. يبقى لا تشد الرحال لمسجد لغرض انه مسجد. وقال الامام النووي الحديث يفهم في معنى النذر فقط، اي لا تشد الرحال نذرا بمسجد الا الى ثلاث مساجد، فلا ينعقد نذر الا لثلاث مساجد. هذا كلام الامام النووي والعز بن عبد السلام وغيرهم العلماء فهموا كده طول عمرهم، فهمت ازاي ده؟ فيبقى المساله كلها ما فيهاش مشكله، لكن ممكن اشد الرحال لمسجد غير الثلاث مساجد دي؟ لا لكونه مسجد. طب ما انت قمت الصبح سالوك في البيت انت رايح فين؟ هتشد رحالك على فين النهارده؟ تقول لهم على الازهر الشريف. يبقى انت خالفت الحديث، فهمت ازاي؟ لان النبي ما قالش الا الى اربع مساجد، والازهر الشريف ما قالش، ما كانش لسه اتبنى، ولو ما كانش اتبنى وقالوا يبقى علم من اعلام النبوه، واخد بقى نعملها، قالها النبي وحدث، لكن النبي ما قالهاش لانه لا ضروره لذكرها. ليه؟ لانك انت هتشد الرحال الى الازهر الشريف لا لغرض كونه الازهر حجامه، لكونه مكان لطلب العلم، يبقى في سبب اخر، فهمت ازاي؟ فطالما في سبب اخر يبقى شد الرحال.
انا هشد الرحال لمسجد سيدنا الحسين، لان مش لمسجد سيدنا الحسين، لغرض المسجد، عشان جنبيه مقام سيدنا الحسين، هروح ازور. ما يجراش حاجه، يبقى دخل فيها سبب اخر لا لكونه مسجد. انما امتى يبقى احنا مبتدعين للجماعه المحدثين والمحدثين؟ فهمت ازاي؟ امتى؟ لو نقول لهم يا جماعه ده الصلاه في مسجد سيدنا الحسين افضل من الصلاه في المسجد اللي في العتبه ب10 صلوات. يبقى احنا كده مبتدعين، بنعمل شرع جديد بقى. فهمت ازاي؟ كده في ليه حق ساعتها بقى يجي يتخانق معاه. انا اقول له حاضر، انا مش هقول كده تاني. واخد بالك ازاي؟ لكن احنا بنقول ان صلاه الظهر في سيدنا الحسين ثوابها زي صلاه الظهر في الازهر الشريف، زي ثوابها في اي اخر لو تساوى العدد وكان حال الامام نفس حال الامام هنا. لان التزيد قبل الصلاه بزياده العدد وبحال الامام لما يكون اكثر علما من امام اخر، فكلما زاد العدد وكان حال الامام في حال الكمال كلما كان ثواب الصلاه اعلى. فليا ان انا اشد الرحال الى المسجد الجامع اصلي فيه لوجود جماعه اكثر، ولان الامام اللي فيه امام غير مبتدع، او لانه امام حافظ للقران، او لانه امام فقيه، يبقى في سبب اخر. كل ده طول عمر الامه فهمناه وبتعمله بالسجيه بدون ما يشعره ان هو يخالف الحديث، لانه فعلا لا يخالف الحديث. ده حد ما طلعوا لنا الجماعه دول ما تفهمش، طلعوا لنا كانوا مستخبين في الدرة. واخد بالك؟ وفجاه ظهر يعلمونا دين جديد. الله، بقى الناس طول عمرها ما تعرفش الحكايه دي، وتشد الرحال لزياره قبر النبي بقى لهم سنين طويله، يقول لك شد الرحال لزياره المسجد، ده المسجد لم يشرف الا لوجود القبر فيه، ده المسجد قبل ان يسكن النبي المدينه كان مقبره، يعني مدفون فيها كفار، ده كانت مقبره ممتنه ما تنظفش الا لما النبي راح، وما نورتش المدينه الا لما النبي راح، ولم يشرف المكان ده الا لما النبي راح، ولم تحرم المدينه وتصير حرما الا بتحريم النبي له. ان ابراهيم حرم مكه واني احرم المدينه واشد. الله، يبقى افهم، يا اما لم تشرف المدينه الا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقلت خد بالك، كان ممكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يظهر في مكه وينتشر الاسلام في مكه ويظل في مكه ويموت في مكه ويدفن في مكه، ومكه افضل بقاع الارض وافضل الاماكن واحب الاماكن الى الله والى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى رتب الترتيب العجيب ده؟ يوديه في حته موبوءه. ده المدينة دي وبقى كانت اسمها يثرب، وكانت فيها حمى، وما كانش الناس تفيق تعيش فيها، وكان أي حد يعدي فيها يموت، يجي له حمى ويموت. أبو النبي ما عدى المدينة ومات في الرحلة، سيدنا عبد الله أبو نبينا، كان اللي يعدي في المدينة بيجي له حمى ويموت. فهمت إزاي؟ كانت مدينة موبوءة لا يفكر أحد إنه يسكن فيها. كان ممكن سيدنا رسول الله ربنا ينقله مدينة جميلة فيها الشام حلو، الشام مليانة طبيعة جميلة وأراضي خصبة وأنهار وحاجة جميلة، ويجعل هجرته للشام حتى مكان جده إبراهيم، كانت حلوة مقبولة يعني، حلوة لو بعقلك كده تقول يا سلام والله حلو. هاجر النبي من مكة إلى بيت المقدس، إيه الجمال ده؟ ودفن بجوار أبيه إبراهيم، إيه الحلاوة دي؟ امشي امشي، صح ولا لأ؟ لكن ربك أدى حاجة ثانية مختلفة عشان يفهمك لك أن المكان يشرف بالنبي والنبي لا يشرف بالمكان. عايز يفهمك الحتة دي. يقول لك إن النبي بتاعك ده أكرم الخلق، حيثما حل صار المكان اللي حل فيه أشرف مكان. أدي المعنى. فما وداهوش مكان مشرف أصلا قبل ما يظهر هو، عشان ما يقولش إن النبي خد شرفه من المكان، لا، ده وداه مكان لا يخطر في بال حد إنه يقعد فيه. ومكان كل الناس تكره تقعد فيه. يوم أول ما يروح النبي يحلو المقام فيه وينور ويبقى مفيش اجمل من كده، ويصير حرم كمكه. ايه ده الحلاوه دي؟ ده بيت المقدس ما بقاش حرم وكان فيه كام نبي، ولكن سيدنا رسول الله انتقل من حرم الى حرم. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ عشان يبين لك مقام نبي. انت مش واخد بالك، لا انت مش واخد بالك ان النبي حيثما حل في حرم، لأن حريم الشيء يأخذ حكم ما هو حريم له. مش القاعدة كده؟ حريم الشيء يأخذ حكم ما هو حريم له، فكل ما أحاط بالنبي أخذ حرمة عالية. ده نعل النبي كان ليه حرمة، شعر النبي كان ليه حرمة،
للنبي وخاص النبي كان دي حرمة. ثوب النبي دي حرمة. كل حاجة حوالين النبي دي حرمة. الارض اللي حصل للنبي وعاش فيها لا حرمة. البقعة الشريفة اللي حول جسده الشريف لا حرمة. وعلشان حاجة تانية. وعلشان الشهادة اشهد ان لا اله الا الله تبقى حرمها مكة. واشهد ان سيدنا محمد رسول الله حرمها المدينة. فعايز تزور حرم الشهادة شقي الشهادة تزور الحرمين. الشق الاول تزور مكة والشق الثاني على المدينة. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. كأنك وانت في مكة بتقول لا اله الا الله وانت في المدينة بتقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت المعنى؟ وعلشان كده بعد ما كان قبل ما النبي كان يسكن فيها كانت اسمها يثرب من التفريد. والتفريد فيه نوع واللون. صارت بعد ذلك طيبة وطابة والمدينة المنورة. ايه ده؟ كل ده في النبي صلى الله عليه وسلم. وقال اللهم انقل وباءها الى الجحفة. لان الجحفة ياما كان ساكن فيها اليهود. كان ساكن فيها اليهود يا سيدي يا ابني. فهمت ازاي؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب ما رب هنقلها على اليهود خلينا نخلص منها. ومن هنا استدل العلماء على جواز الدعاء على الكفار. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان كانت ساعتها الجحفة فيها الكفار فيها يهود فيهم مكذبين. وفعلا انتقل وباءها الى الجحفة وطابت المدينة. سيدنا ابو بكر اول ما راح حاجة له حمى شديدة. سيدنا بلال قالوا حمى شديدة وهم يقولوا شهر خلاص اللي هيموتوا. واخد بالك لما تعرف السير وتعرف الاحاديث تعرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اللهم طيبها لنا واخد بالك وطيب هواءها وبارك لنا في سعيها وفي مدها. واخد بالك ازاي؟ وقال من اوى فيها محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وقال ان الايمان يأرز الى المدينة كما تأرز الحي الى جحرها. وقال من صبر على بأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. صارت المدينة على ثانية لدرجة ان طابت مقامها. لدرجة ان كان الصحابة بعد ما هاجروا يروح يعمل العمرة مرخص فيهم الاقامة ثلاث ايام بعد الحج بس. اكثر من ثلاث ايام يخاف لحتى يبقى رجع في هجرته. يبقى جاري على المدينة. مرخص ليه بس يقعد ثلاث ايام للمهاجر. ممنوع يقعد في مكة بعد الحج اكثر من ثلاث ايام. المهاجر. والا يبقى نقض هجرته. شوف قد ايه؟ بقوا خلاص امانهم كله في المدينة. فتاخد بالك من الحاجات دي كلها علشان مقام النبي ده لا يعلمه الا ربه. خد بالك. شوف ربنا في هذا بيقول رحمته ورحمته ان رحمة ربك قريب من المحسنين. هل قريبة؟ ان رحمة الله قريب من المحسنين. ليه قال قريب الناس قريبة؟ عشان يقول ان النبي رحمة الله هو النبي. فذكر قريب. عشان يبين لك ان دي رحمة ربك هو النبي. فهمت ازاي؟ انت عايزين انت مش عايزين تروح النهارده؟ انا النهارده على فكره ما عنديش شغل ممكن اعمل معاك كل عصر بس انا وقفت نظرت الى الى شحته وانا اقرا القران الى ايه؟ شحته طيب يا ما يعني خلاص او واحده كده وانا اقرا القران وقالت لي رب قارئ للقران يلعنه فما معنى ذلك؟ وقال القران يلعن ليه كده؟ ليه كده بس دي؟ واحدة بصت لك تقول لها رب قرأ القرآن يعني ليه يا أخي بشره؟ ها؟ طب ليه يعني كده هي هي برتك؟ 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 ها؟ أختك من أمك وأبوكي؟ لا قول لها بشر ولا تمثل؟ قول لها بشر ولا تمثل؟ واخدة بالك ازاي؟ هي مش فاهمة. متسرعة كده. يعني لما تشوف واحد بيعبد ربنا شجعه على العبادة. مش تيجي واحد بيعبد ربنا تقول له انت بتعبد رياء. انت العبادة بتاعتك غير مقبولة. الله انت اطلعت يعني. ها؟ ليه يعني؟ شجعه. خلينا نبقى حلوين مع بعضنا كده. شوف النبي كان حلو ازاي مع الناس صلى الله عليه وسلم. وبعدين الاولياء والعلماء كانوا حلوين. والرسول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا. واخدة بالك ازاي؟ فالواحد يحاول يبقى كلمه كلامه فيه بشارة. ما هي أول بوابة على الطريق
الاسلام طبعا. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله احنا داخلينها واحنا في بطون امهاتنا. دي رحمة. اللي ما دخلهاش يدخلها. دي اول بوابة الاسلام. ثاني بوابة التوبة. التوبة من كل غفلة ومن كل معصية والعزم على عدم العود. وبعد ذلك اليقظة. ان الانسان يتيقظ انه فعلا ضيع جزء كبير من عمره ولازم بقى يحاول يستثمر وقته. تصور انت اتصل بيك في التليفون قال يا اخي امتحان بعد اسبوع. يا واد انا كنت فاكر بعد 6 اشهر. مش كنت تقول لي يا اخي من بدري كنت لحقت. يروح قافل التليفون وراح قاعد في الاوضه بتاعته طلع الكتب يلحق يذاكر بسرعه. امتحان بعد اسبوع. فهمت ازاي؟ تيقظ. كان الاول نايم فاكر ان لسه بدري. فهمت ازاي؟ يبقى يقظ. يتيقظ انه فات من عمره كتير وانه خلاص هيتسحب منه عمره. يتيقظ وبعدين يتفكر وبعدين يتعظ. واخد بالك ازاي؟ وبعدين بعد ما يتعظ يعمل ويتعلم ويخلص ويخاف ويستمر ويحب النبي بعد ده كله وقبل ده كله وفوق ده كله. ويعرف في الاخر انه مش هيوصل الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله. وهو النبي رحمة الله. لن يدخل احد الجنة الا ايه؟ برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هيدخل برحمة ربه. واحنا بالنبي لان هي رحمة ربنا اللي تعينت لينا احنا. هو النبي. وفعلا في يدي مفتاح الجنة. هو اللي هيفتحها لنا ويدخلها لنا. صلى الله عليه وسلم. يبقى هندخل برحمته برضه. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل معرفة الله وصفاته وافعاله بمدركات النظر والاستدلال ومعرفة سنن الله من العدل والتوحيد مقدم على معرفة القرآن ام ماذا؟ مش مطلوب ان الانسان يعرف التفاصيل اللي مكتوبة في كتب التوحيد اللي فيها ردود على الفلاسفة لان ده بحر لا نهاية له وقد يصير بعض الشبه ليس في ذهنك اصلا. لكن يكفيك كده قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وان الله ليس كمثله شيء وان الله على خلاف ما في ذلك وان الله سبحانه وتعالى قديم وان اي صفه محدثه واي شيء يخطر في ذلك فالله على خلافه وان الله قريب من عباده قرب وان الله سبحانه وتعالى بعيد عن اهل طاعته والبعد والقرب هنا لا مسافه ولا جهه ولكن مكانه ومنزله واخد بالك لان الله سبحانه وتعالى اقرب الى عباده من حبل الوريد وفي نفس الوقت هو الظاهر فوق عباده فهو الظاهر ليس فوقه شيء وهو الباطن فليس دونه شيء وهو اول بلا ابتداء واخر بلا انتهاء ببساطه كده تعرف خلاص عرفت ربك ايه المطلوب منك بقى انك توصل لربك توصل لربك ازاي دليلك النبي النبي قال لك ايه اعمل كذا قال قوم اعمل قوم اعمل وبطل بقى دلع فهمت ازاي هتضيع وقتك في الموضوع ده هتقعد تقرا ليل نهار في كتب تملى الحته دي وفي الاخر حتت زي ما واحده ست طيبه كده كانت في العراق زمان شافت اهل العراق كلهم طالعين يقابلوا عالم كبير بتقول لهم مين ده؟ قالوا ده العالم فلان جاب 1000 دليل كان فخر الرب جايب 1000 دليل على وجود الله هي راح حد الملوخيه ولا يعني ولا راح السوق تجيب اي طلبات تجيب طعميه اي حاجه الناس كلها راحت تقابل فخر الرب تقول لهم ايه ده؟ هل وقع في قلبه 1000 شبهه علشان يجيب 1000 دليل سبحان الله وراح استاذنه وراح تجيب طلبات البيت مش الموضوع ده مش سايلها هي خلاص وصلت الا الله عارفها خلاص تعمل بقى تعمل بقى انت زي ما تضيعش وقت ومعرفه القران ما القران كتير قوي ده القران رواياته تستغرق عمرك ده اداء القران نحو 1000 طريق تجمع ده انت ما تعرفش اصلا روايه حفص عارف روايه حفص ليها 54 طريق دي هو حفص بس حفص خاص ليها 54 طريقة أداء ولسه شعبة ليه مش عارف كم طريقة أداء ده كل ده عن عاصم وده واحد من الكوفيين والكوفيين 4 ولسه البصريين 2 أبو عمرو ويعقوب كل واحد ليه طريقين وكل طريق ليه كذا طريقة أداء ولسه الشام يا أبو عامر الله وليه 2
وليه اثنين وليه في لسه اثنين مدنيين ناسا وابو جعفر وكل واحد منهم اثنين وكل اثنين ليهم الف كذا طريقة اداء بيقول لك نحو الف طريق تجمعه. فانت لو عايز تدرك القرآن بطرق ادائه المختلفة قد لا تستوعب عمرك افضل. لكن المطلوب انك انت تدرك القرآن بطريقة اداء صحيحة برواية صحيحة قرأتها على شيخ يجيزك فيها وبعد كده انطلق بقى احفظه على هذه الطريقة وتعبد على هذه الطريقة ولا تنكر الطرق الاخرى لان القرآن ايضا. فان اتسع لك الوقت خير وبركة، ما اتسعش الوقت فانت مش مطلوب انك انت تحوز كل القراءات وما تعملش، المطلوب العمل. فهمت؟ والله اعلم. يقول ارجو زيادة البيان عن شيخ وارث محمدي. الشيخ وارث المحمدي اللي انت لما تقعد معاه تحس انك انت ازددت قربا الى الله وانك انت كانت في شبه في ذهنك شبهات في ذهنك شبهات في ذهنك كانت بتعوقك عن المسير الى الله فحلها ليك وانك انت ازداد حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك يبقى ده وارث. في بقى واحد وارث محمدي بنسبه كبيره، في وارث محمدي بنسبه ضئيله، كل واحد على حسب رزقه. واخد بالك ازاي؟ في وارث كامل وارث نص نص. لكن كلكم كل امه النبي والراس على فكره، حتى العصاه حتى العاص اللي قال عليه بيشرب شيشه ده بياخد نفسه، تقول له قال رسول الله يقول لك يروح رامي الشيشه ده صلى الله عليه وسلم ويروح ايه واخد نفسه. هو بيحب النبي برضه، واخد كل أمة النبي بتحب النبي حتى الوطن. لكن المهم الوارث الدال اللي يدلك الدليل، يعني هو ده المهم، وربنا يدلنا جميعا. ايوه يا سيدي افراد بقى سبحانك اللهم وبحمدك واحنا ماشيين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الحروف طبعا بالغاية